بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد واستاد الأهلي. النهاردة حلقة خاصة عن استعدادات النادي الأهلي لمواجهة منانا في بطولة دوري أبطال أفريقيا غدا في استاد القاهرة. تغطية خاصة على قناة النادي الأهلي في تمام المباراة تقام في تمام 8 مساء. في الجزء الثاني من حلقتنا هينضم إلينا ضيوفنا الكبار كابتن مصر النادي الأهلي كابتن محمد حشيش وكابتن مصر والنادي الأهلي كابتن محمود أبو الذهب وحوار مفصل عن طريقة لعب فريق منانا واستعدادات النادي الأهلي وما هو التشكيل المتوقع اللي هيخوض به النادي الأهلي وطريقة اللعب لهذا اللقاء المهم للغاية. دايما البدايات وحالة دوري أبطال أفريقيا حالة مهمة جدا على مدار السنوات وبداية مشاركة النادي الأهلي في البطولات الأفريقية في السبعينات كانت البطولة بعيدة بسبب أن كان لعيبة النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي كانوا لسه طلبة ما كانش لسه في احتراف فكان في بعض النجوم الكبار قبل ما يجي بقى كابتن محمود الخطيب واجيلك بقى كابتن حسن حمدي وكابتن مصطفى يونس والنجوم القوى كابتن هاني مصطفى كله كابتن احمد عبائي كابتن مصطفى عبده كل هؤلاء النجوم كانوا لسه في مرحله طبعا الثانويه العامه وكانت المذاكره والامتحانات كانت صعبه جدا ما كانش لسه في احتراف فكان النادي الاهلي بعيد عن البطولات الافريقيه الى ان اتت بدايه الثمانينات والتوهج القروي بالنسبه للنادي الاهلي وغزو بطوله افريقيا. النادي الاهلي نادي القرن 8 بطولات دوري ابطال افريقيا ودي حطته في مكانه بعيده صراحه بين في القاره الافريقيه وضعته على موضع نادي القرن الافريقي. النادي الاهلي ايضا عنده 4 بطولات افريقيا للكؤوس وافرو اسيويه عنده ما شاء الله بطولات كبيره جدا ده غير بطولات السوبر الافريقي. خلينا نقول ان عوده مره اخرى للنادي الاهلي على استاد القاهره البدايه ايضا كانت اول تتويج للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا 82 لقاء امام اشانتي كوتوكو لو تتذكروا لقاء القاهره وكابتن محمود الخطيب احرز هدفين كابتن علاء ميهوب كان احرز هدف وشفنا قد ايه الجماهير والتفاعل والحاله اللي كانت فيها جماهير الكره المصريه وجمهور النادي الاهلي بالاخص مع النادي الاهلي في لقاء مش بس لقاء عادي انت بتلعب كوتوكو كوتوكو دي منتخب غانا في هذا التوقيت وحاله استاد القاهره مره ثانيه يعود اليها النادي الاهلي في مواجهه الفريق منانا الجابوني. كمان في بطولة 83 وصل النادي الأهلي للفاينل ولكن التحكيم وعلى فكرة النادي الأهلي إذا كانت هناك عدالة تحكيمية في العديد من المواجهات كان رقم النادي الأهلي في الفوز بالبطولات تخطى تماما لأن كان في 83 النادي الأهلي واجه أشانتي كوتوكو في اللقاء النهائي وكان في هدف كان اللي أحرز لفريق كوتوكو كان من تسلل واضح ولكن الظلم التحكيمي كان يعني قوي للغاية. النادي الأهلي في بطولة أبطال الكؤوس 84 85 86 بطل بطولة أبطال الكؤوس وأيضا استاد القاهرة كان له حكايات مع نجوم النادي الأهلي حتى العودة مرة أخرى للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في 87 كان أمام الهلال السوداني وأيضا كان لقاء التوديع للكابتن محمود الخطيب واحدة من أجمل مباريات. وأدي أمام حضراتكم أفكركم كده بحالة دوري أبطال أفريقيا ونجوم النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب وأدي الجماهير وأدي حالة استاد القاهرة استاد الرعب بالنسبة للمنافسين الاستاد اللي بيجي عليه كل الأندية الأفريقية والمنتخبات بتشوف جمهور مصر وتشوف جمهور النادي الأهلي تحس إن في حالة خاصة تحس إن في حالة رعب تحس إن في المدرجات بتتحرك من كتر التشجيع ومن كتر حماس الجماهير عشان النادي الأهلي والكرة المصرية ومنتخب مصر يفوز ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا. الهدف الأولاني كابتن محمود الخطيب وادي الهدف الثاني اللي احرزه الكابتن كان علاء ميهوب والثلاثيه كان واحد برضو من الاهداف الجميله بنفكركم بالنجوم الجميله وزمن الفن الجميل زمن الكره الحلوه وجيل من الاجيال اللي ابتدت تغزو افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي على الرغم من النادي الاهلي كان وصل ايضا في السيمي فاينل هي بطوله 81 ولكن بسبب استشهاد الرئيس السابق طبعا محمد انور السادات النادي الاهلي بداعي الوطني لم يستكمل البطوله. حاجة من الحاجات المهمة العودة لاستاد القاهرة جمهور النادي الأهلي مرة أخرى يعود وادي الهدف الثالث الجميل والهدف الثاني ليه كابتن محمود الخطيب عشان النادي الأهلي يبتدي ياخد أول بطولاته الإفريقية اللقب اللي كان غاب عنه لفترات كبيرة جدا بسبب عدم وجود احتراف وبسبب أن كان لسه نجوم النادي الأهلي في مرحلة مبكرة في السن ولسه ما وصلوش للاحترافية اللازمة عشان تكسب بطولة أفريقيا. نكمل مع حضراتكم في التسعينات
بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس في 93 أيضا كان في استاد القاهرة، وهدف كابتن عادل عبد الرحمن في اللقاء النهائي من ضرب الجزاء كان من الحاجات المهمة، لأن أنك تلعب على ملعبك، أنك تلعب وسط جماهيرك بيبقى ليك دور كبير. فعلى مدار الألفينات النادي الأهلي في 2001 وطبعا البطولة الجميلة اللي فاز فيها على فريق سان داونز الجنوب افريقي، ولو تفتكروا لقاء الذهاب كان النادي الاهلي تعادل هناك 1-1 وكان كسب هنا بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وكان نجمنا الكبير كان خالد بيبو كان احرز اهداف في منتهى الجمال، وكانت بطوله قويه. وايضا هفكركم بجون كابتن سيد عبد الحفيظ في الدور قبل النهائي امام الترجي من نص ملعب، وادي كان زميلنا محمد فاروق، والكابتن محمد فاروق كان واحد من اصحاب المهارات الخاصه، وكان رفع الكره للكابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان متالق 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 بشده في هذه البطولة عشان النادي الأهلي يعود لاستكشاف أفريقيا مرة تانية وأدغال أفريقيا. على فكرة في هذا التوقيت كان النادي الأهلي في بناء فريق وجيل جديد، كان نجوم التسعينات البعض منهم اعتزل، البعض منهم انتقل لأندية أخرى، والأمور كانت في التجديد، وكان حتى نجم النادي الأهلي وكابتن الفريق كان حسام غالي لسه في المرحلة البدايات مع النادي الأهلي. وادي الهدف الأولاني والهدف الثاني لخالد بيبو، والهدف الثالث أيضا كان لخالد بيبو في هذا اللقاء. وشايفين جماهير النادي الأهلي في استاد القاهرة استاد الرعب للمنافسين. أكمل مع حضراتكم والعودة في 2005 النادي الأهلي، 2006 النادي الأهلي، 2007 النادي الأهلي يذهب إلى النهائي. ولكن برضو نتكلم لو هتفتكروا بقى لقاء الروح الأول للنجم الساحلي النادي الأهلي في 2005، وادي محمد أبو تريكة واحدة من المباريات الجميلة، أبو تريكة وبركات، وكان أسامة حسني، وثلاثية جميلة 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 أهدت للنادي الأهلي برضو أحد الألقاب المهمة. وأيضا مع المدير الفني مانو جوزيه، ده كان تاني ألقابه الإفريقية مع النادي الأهلي. لقب 2006 نادي الأهلي بيواجه أيضا فريق تونسي كبير، الصفاقسي التونسي، فين؟ في استاد رادس في تونس، والجماهير التونسية والنادي الأهلي كان في لقاء الذهاب ما تعادل 1-1، وكانت نتيجة إلى حد كبير بتميل للفريق التونسي. ولكن النادي الأهلي لا يعرف المستحيل، هو علمنا كده، علمنا إن في حاجة اسمها روح الفانلة الحمراء، علمنا إن في حاجة اسمها قتال للدقيقة 90، علمنا إن دايما الروح مع الفنيات، مش بس الروح، لا، هي عوامل متكاملة بتديك منظومة النادي الأهلي ومشواره الأفريقي. لقب نادي القرن ده ما بيجيش من فراغ، لقب نادي القرن ده ما بيجيش إلا من تضحيات، إلا من جهود، إلا من استراتيجيات. النادي الأهلي في هذا النهائي قدم واحدة من أفضل النهائيات، وعكس طريقة اللعب تماما، وفاجأ فريق الصفاقسي التونسي. ده 2008 أمام فريق القطن الكاميروني، وكانت أيضا واحدة من اللقاءات القوية. ده أحمد حسن بيديلنا هدف جميل، على الرغم من فريق القطن عاد مرة أخرى إلى اللقاء، ولكن في النهاية حصد النادي الأهلي البطولة في واحدة أيضا من أجمل البطولات. كل ده كان جمهور النادي الأهلي بيروح استاد القاهرة، وكان بيملى إلا مدرجات، وكان بيبقى فيه أجواء قوية جدا وأجواء جميلة بتبقى في مصلحة النادي الأهلي. منذ 2012 والنادي الأهلي فاز على الصفاقسي التونسي هناك، وكانت واحدة أيضا من أجمل بطولات ويمكن من أجمل الفاينالات. النادي الأهلي بيلعب منتخب تونس، فريق الترجي التونسي يمكن أكبر الأندية التونسية، بتلعب في أرضه وسط جماهيره، وبتقدم تابلو فني رائع، يمكن واحدة أيضا من أفضل لقاءات نجم الفريق طبعا كابتن حسام غالي، وكان كابتن حسام البدري في القيادة الفنية في هذا التوقيت. ولكن ابتدت طبعا الأمور تصل إن مفيش جماهير، فكانت الأمور صعبة على لعيبة النادي الأهلي، صعبة على جمهور النادي الاهلي، ما بيقدرش يروح كل المباريات. يمكن بطوله 2013 حتى نهائي النادي الاهلي ما كان بيلعب في الجونه، وكان وجود الجماهير امر صعب للغايه. ده الفاينل 2012، وكان محمد نجي جده، تمريره سيد حمدي، لازم النجوم الكبار حتى اللي ما بقوش موجودين في النادي الاهلي في هذا التوقيت، جده في نادي المقاولين العرب، والصراحه بيأدي بشكل جيد، وسيد حمدي ترك الفريق منذ فتره، ولكن نجوم صراحه اعطوا للنادي الاهلي، كان لهم تواجد ما حدش كان يتوقع. اللقاء الفاينل دوت محمد ابو تريكه ما لعبش، محمد بركات ما لعبش، كسيد معوض ما لعبش، كل دول نجوم تقال في منتخب مصر مش بس في النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي بمن حضر، ودي علامة لكل الأجيال. النادي الأهلي تشكيله في هذا اللقاء كان من غير أبو تريكة وبركات وسيد معوض وعماد متعب، وكسب اللقاء.
دي حاجه من الحاجات ومن الرسائل اللي كلنا اتعلمنا منها، ان رايح لاعب منتخب تونس ولاعب فريق الترجي التونسي ما عنديش ثلاث لعيبه يغيروا يعني ياثروا في منتخب مصر نفسه، مش بس في النادي الاهلي ولكن النادي الاهلي بمن حضر واحده من افضل اللقاءات، يعني وان سايد جيم تماما، تسايد اللقاء تماما النادي الاهلي وفاز بهدفين مقابل هدف، الهدف الثاني لوليد سليمان، واحد من اللعيبه الصراحه اللي لازم يكون لهم تواجد في منتخب مصر لان وليد سليمان عنده مهارات خاصه. 2003 نادي الاهلي فاز بيها ايضا مع على اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، على الرغم من البدايات كانت صعبه للغايه، انا كنت العب في الجونه وكان في ساعتها صيام وشهر رمضان المبارك وكانت الاجواء صعبه، الجونه درجه حراره عاليه، العشب اللي في ملعب الجونه صعب، لو معاك الهواء انت اللي بتركب الجيم، وحضور الجماهيري كان ضعيف، وفي نفس الوقت كان معاك نادي الزمالك في المجموعه، معاك فرقه من جنوب افريقيا، وكان معاك ليبردز الا كونغولي، فكانت بطوله صعبه. وادي اللقاء النهائي الذهاب، محمد ابو تريكه والفاول العظيم اللي صراحه ضربه ستة كانت جميله جدا قبل ان يتعادل اورلاندو بايرتس في الدقائق والانفاس الاخيره من المباراة، كان كابتن محمد يوسف في القيادة الفنية في هذا التوقيت، وهنا في القاهرة فاز النادي الأهلي بهدفين، محمد أبو تريكة في آخر لقاءاته مع النادي الأهلي وأيضا المهاجم أحمد عبد الظاهر. فكرنا حضراتكم بحالة دوري أبطال أفريقيا اللي هيبتديها النادي الأهلي غدا أمام منانا، منانا من الفرق اللي قوية، النادي الأهلي في الموسم الماضي واجه فريق اسمه بيدفيس من جنوب أفريقيا، يمكن ما كانش عندنا أو الكل ما كانش بيتابع الكرة الجنوب أفريقيا بشكل كبير، كلنا نعرف سان داونز، كلنا بنشوف سان داونز بيشارك وبيوصل فاينالاته، حتى فاز على نادي الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا في الموسم قبل الماضي، ولكن بيدفست من الفرق وجنوب افريقيا تطورت كثيرا، شفنا اورلاندو بايلس، شفنا ايضا من الفرق اللي بتلعب كره قويه، بيدفست كان من الفرق اللي بتلعب كره قويه للغايه، جنوب افريقيا ووسط افريقيا وغرب افريقيا تطورت فيها الكره كثيرا، ما بقاش في فرقه ضعيفه في دوري ابطال افريقيا، وصلت ليه ان انت تشارك في دوري ابطال افريقيا والتحول اللي احنا بنشوفه وسعي الانديه واللعيبه انها تبيع لعيبه واللعيبه تحترف وكل هذه الامور بتصب ان بطوله دوري ابطال افريقيا بقت من اقوى البطولات القاريه. من اقوى البطولات القاريه لاسباب عديده، اولا مشقه الارهاق والسفر، انت بتسافر تلعب مثلا انت فرقه بتلعب في مصر تروح تلعب، كنا بنتكلم على بيدفيس هتلعب دلوقتي مثلا منانا في الجابون، هتلعب فرقه في وسط وغرب افريقيا، بصوا قد ايه ساعات الطيران، على عكس انت بتيجي تقول لي شامبيونز ليج ودوري ابطال اوروبا الدنيا طبعا في منتهى الجمال، لكن ايضا عندهم عامل مهم جدا ان الفرق ما بين الدول وما بين بعضها في عدد ساعات الطيران، يعني ماكسيمم هتاخد 3 4 ساعات، انت هنا بتتكلم في 12 و14 ساعه وبيبقى في ترانزيت، والنادي الاهلي هيضطر يروح اثيوبيا وبعد اثيوبيا ترانزيت عشان يروح بعد كده الى ليبرفيل عاصمه الجابون عشان يلعب فريق منانا، ودي من الحاجات اللي بتدي صعوبه. ايضا الاجواء، انت بتروح تلعب في اجواء، ومعانا هيبقى معانا نجوم كبار في الجزء الثاني من حلقتنا هنتكلم معاهم في اجواء افريقيا والجو، ويبقى فيه طبعا العامل التغذيه بيبقى صعب ان انت تاكل الاكل اللي انت متعود عليه او الاكل المخصوص ليك، كل هذه الامور في بعض الاوقات في ناس بتاخد معلبات، في بعض الاوقات بيبقى فيه اجواء صعبه في دوري ابطال افريقيا، وده بيدي صعوبه خارج الملعب وجوه الملعب، انت بتلعب على ملعب ارضيته عامله ازاي؟ اي نعم في تطور صراحه كبير في صراحه القاره الافريقيه بعد استضافه العديد من الدول لبطوله الامم الافريقيه، الاتحاد الافريقي مع الاتحاد الدولي بيدوا دعم للدول اللي بتبقى منظمه لهذه البطوله عشان يقدر ان هو يعلي مستوى كره القدم، وصراحه الجابون كانت من الدول اللي نظمت بطوله كاس الامم الافريقيه مرتين، فكنا تحدثنا مع سياده السفير احمد بكر في هذا الامر، وقال ان حتى كابتن سيد معوض في احدى المداخلات قال لنا ان حاله الملعب جيده جدا، ودي بتصب طبعا في مصلحه النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب كوره احلى كوره في افريقيا، احلى كوره في مصر، لما بيكون موجود ارضيه عشبيه جميله او تقدر تسمح ان هو بيلعب دايما على الاستحواذ وان هو ينقل الكوره من رجل لرجل ويلعب على مساحات وبيلعب كوره هجوميه كوره ممتعه بتفرق كتير، معاكس لما يكون الملعب فيه بقى نقر وفيه فقر وبيبقى فيه محطات صعبه جدا وفي حتت ما تعرفش تعمل عليها كنترول، كل هذه الامور طبعا بتبقى معاكسه لنجوم مصر ونجوم النادي الاهلي وايضا الانديه الاخرى، لان افريقيا بيبقى فيها اكتشافات. خلينا نتكلم مع حضراتكم على
فريق منانا، فريق منانا تأسس في 2006، فريق لسه حديث العهد، ولكن استطاع ان هو يحقق بطولة الدوري الجابوني مرتين من ثلاث بطولات حققها في تاريخه، ثلاث بطولات كاس. وفي البطولات الأفريقية ودع النسخة الماضية بصعوبة، كان لاعب نادي الوداد حامل اللقب وودع البطولة عن طريق ركلات الترجيح. إذن الكلام اللي انا كنت لسه بقوله لحضراتكم ان البدايات بتبقى صعبه وان الفرق اتغيرت، مفيش فريق بقى سهل المراس في الكره الافريقيه، فريق لسه بتكتشف فيه العديد من الجوانب في طريقته وفي اسلوبه وفي نجومه اللي بيعتمد عليها في اسلوبه الهجومي، كل هذه الامور بتبقى بتصعب الموضوع عليك شويه، عكس ان كمان ان كل الضغوط بتبقى موجوده على النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب فريق من الجابون، فريق منانا طبعا فريق قوي، فريق محترم، لكن النادي الاهلي بشعبيته الكبيره الناس كلها بتبقى عارفه ان انت بتلعب منتخب مصر، وكل وسائل الاعلام في العالم ومش بس في الكره الافريقيه بتلعب منتخب مصر، فبيبقى بيأدي باعلى مستوى هو يعني يقدر يقدمه، بل بالعكس بيبقى في بعض اللعيبه اللي عندها طموح انها تيجي تلعب في النادي الاهلي، عندها طموح انها تيجي تلعب في الكره المصريه، ولما تبان قدام النادي الاهلي بيبقى سهل عليك ان انت تنتقل سواء لانديه مصر او انديه شمال افريقيا عن طريق النادي الاهلي وعن طريق التالق امام النادي الاهلي. بيلعبوا بطريقه 4-4-2، بيعتمدوا كتير بشكل كبير جدا على الكور العرضيه، عندهم نجوم موجوده حتى في المنتخب جابوني الاول اللي بيلعب فيه ملك ايفونا طبعا نجم النادي الاهلي السابق، وكان عنده رحله احتراف في تيانن الصيني، وعندهم النجم طبعا نجم نادي الارسنال وبروسيا دورتموند السابق النجم اوباميانج اللي بيشكلوا ثنائي خطير، عندهم لوي اميكا ده واحد من نجوم خط الوسط وفي بعض الاوقات بيشارك كظهير ايمن في فريق مونانا، وعندهم الحارس المخضرم بيتسيكي اللي في بعض الاوقات بيكون له دور القياده حراسه المرمى في المنتخب الجابوني. دول من ابرز النجوم بالاضافه الى نونو واللاعب اتشيباو اللي كان امام حضراتكم لقاء فريق مونانا امام ريال كاجيجو من بوركينا فاسو اللي استطاع ان يفوز في فريق مونانا بهدفين مقابل لا شيء عشان يتاهل الى مقابله النادي الاهلي في دور ال 32. المدير الفني لفريق مونانا كان له تصريح مهم برضه حابب ان انا اقوله لحضراتكم. الاول ناخد تصريح كابتن احمد ايوب اللي تحدث وان الجهاز الفني النادي الاهلي درس فريق مونانا بشكل جيد للغايه، واضاف ان مونانا فريق مميز من الناحيه الهجوميه وعنده اكثر من اربع عناصر بيتمثل خطوره بشكل دائم على منافسيه في الثلث الاخير من الملعب، متمنيا ان يكون الاهلي موفقا في هذه المباراه، وشدد على ان البدايات دائما في البطوله الافريقيه بتكون صعبه، موضحا ان الفريق استعد بشكل جيد لهذه المباراه، واشار ان الجهاز الفني شاهد مباريات لفريق مونانا، وتحدث كابتن حسام البدري بالاضافه طبعا للتقرير المهم اللي قدمه كابتن سيد معوض اللي راح عمل سكاوتنج لفريق مونانا في الجابون عشان استكشاف طريقه اللعب واهم العناصر، لان في حاجات كتير جدا ممكن تعرفها في الملعب اهم من انت تعرفها من الفيديو. الفيديو بيوصل امور كتير، لكن يعني كده اسالوا اي حد بيروح للمباريات حتى اللي بيروح يتفرج على ماتش، الملعب حاجه والواقع حاجه عكس الفيديو. بيدي لك حوالي 80-90%، ولكن الملعب بيدي لك 100% ويمكن اكتر كتير. وايضا نادي الاهلي بيتكلم كابتن احمد ايوب ان استعدادات النادي الاهلي قويه جدا، وان كل اللعيبه في حاله نفسيه وحاله بدنيه جيدا، وعلى هتم الاستعداد لمواجهه الفريق الجابوني. ونتكلم ان النهارده فريق مونانا ايضا هيؤدي مرانو الرئيسي في تمام الثامنه مساء على في النادي الاهلي. النادي الاهلي كان مرانه الساعه 5، والفريق الجابوني مونانا هيلعب على نفس الملعب اللي هيتمرن فيه النادي الاهلي في تمام الثامنه مساء، يعني بعد تمرين النادي الاهلي. ايضا هكمل مع حضراتكم في اخبار النادي الاهلي ان الكابتن حسام غالي اللي تحدثت عنه في البدايه واحد من النجوم المهمه وكابتن الفريق، عنده فحص طبي اليوم عشان موضوع العضله الخلفيه اللي تعرض لها، والعضله الخلفيه لما بتكون فيها مشكله متكرره بتحتاج الى وقت عشان يكون العلاج في المكان او في المساحه الصحيحه. باسم علي واحمد حمودي
لاعبي الفريق الاول اللي كان بيعانوا من الاصابه هيشتركوا في المران الجماعي بعد انتهاء مباراه مونانا، وكان عندهم برنامج تاهيلي مكثف. باسم واحمد حمودي الاثنين السنه دي ابتدوا يفوقوا، ابتدوا يبقى عندهم طفره في ادائهم. باسم احرز هدف في فريق الرجاء، وابتدى النادي الاهلي، كنت قلت لحضراتكم ان عندك 20 لعيب احرزوا اهداف، وعندك في الجبهه اليمنى باسم علي احرز هدف، محمد هاني احرز اهداف واحرز هدف، وايضا احمد فتحي. وده بيبين لك استراتيجيه النادي الاهلي الهجومي، ان عندك الثلاثه اللي بيلعبوا كظهير ايمن، الثلاثه احرزوا اهداف. ممكن تلاقي فريق في الدوري الممتاز، وممكن تلاقي فرق في افريقيا حتى المهاجمين او الثلاثه اللي بيلعبوا تحت المهاجمين في منهم ما بيحرزوش اهداف، وده الفارق، ده الفارق اللي بيدي لك مؤشر او طريقه استراتيجيه اللعب اللي بيعتمد عليها الكابتن حسام البدري والنادي الاهلي في طرقه الهجومية. أقول لحضراتكم تصريحات المدرب الجابوني كيفن إيبينجا المدير الفني لفريق مونانا، اللي تحدث أن مواجهة النادي الأهلي شرف كبير بالنسبة له، وقال الأول طبعا الاستقبال كان أكثر من رائع، الإقامة جيدة جدا في القاهرة، مواجهة النادي الأهلي شرف لينا، هو أكبر نادي في القارة الأفريقية، واحد من الأندية الأربعة الأكثر تتويجا في الألقاب القارية على مستوى العالم مش بس في أفريقيا. وأوضح النادي الأهلي عنده الكثير من اللاعبين المميزين، ومن الصعب تحديد اسم بعين اللي يكون أكثر تأثيرا داخل الملعب. وأشار إيبينجا أنه بيعلم قوة الأهلي جيدا وقدرته على الأداء بشكل جماعي مميز، مؤكدا أن فريقه جاهز لمواجهة النادي الأهلي وبيتعامل مع كل مرحلة على حدة. الموسم الماضي كان النادي الأهلي منافسا قويا، ولكننا ودعنا البطولة أمام الوداد بضربات الترجيح زي ما قلت لحضراتكم، وده بيدي لك انعكاس أن الفريق مش جاي عشان بس يعمل أداء مشرف أمام النادي الأهلي، لا ده عنده طموح. السنة اللي فاتت قدم عرض قوي للغاية أمام فريق أصبح هو حامل لقب البطولة وهو الوداد المغربي، وخسر أمامه بضربات الترجيح. كل هذه الأمور مع تمرين النادي الأهلي هنتواصل مع حضراتكم ونتابع آخر الإحداثيات اللي موجودة في بعد تمرين النادي الأهلي وقائمة المباراة مع حضراتكم، وأيضا هيكون معنا نجومنا الكبار وهنتكلم معهم بشكل أكبر عن استعدادات النادي الأهلي وعن كل الأمور الفنية وطريقة اللعب هنا وهنا، إزاي النادي الأهلي ممكن يوقف لعيبة مونانا الجابوني، إزاي النادي الأهلي يستثمر وجود الجماهير اللي هتكون موجودة وعودة مرة أخرى لإستاد القاهرة، أمور مهمة جدا هنتابعها مع حضراتكم. نطلع فاصل يا جماعة ولا لسه قدامي شوية؟ طيب هنطلع فاصل ونرجع ونكمل كلامنا، أوعى تروحوا بعيد عشان النادي الأهلي حديد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل ضيوفي وضيوفكم الكبار كابتن مصر النادي الاهلي كابتن محمد حشيش. مساء الخير يا كابتن ومشرفني ومنورني. ازيك يا فاروق؟ اخبارك ايه؟ تمام؟ كله تمام الحمد لله. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن محمود ابو الدهب. مساء الخير ابو الكابتن. حبيبك يا فاروق، انا سعيد النهارده طبعا مع الكابتن حشيش، يعني من الناس اللي كان مثل اعلى طبعا، انا كنت بلعب في مكانه، فشرف ان انا موجود معاكم مع الكابتن حشيش. هي حلقه النهارده ما شاء الله مميزه بايه؟ الكوره والتسديدات القويه، ويعني حاجه ليبروهات. على فكره، على فكره من حظك، انا اسف مقاطعه، من حظي كويس ان انا كان اول مباراه ليا كنت احرزت اول هدف في الدوري الممتاز، كان ضد المقاولين العرب، كان الكابتن كنت عندي 20 سنه صحيح. كنت بلعب المريخ والمقاولين. ساعتها بتلعب انت باك يمين؟ كنت ساعتها باك رايت. أيوة. فانا كنت انا مواجه انا والكابتن حشيش صحيح. فقبل ما اروح له فروحت شريطها، فربنا كرمني وجا الجون. يعني من الموضوع مميز حتى جدا ماتشات افريقيا. احنا عندنا تقرير مهم جدا عن مشوار النادي الاهلي في البطوله الماضيه، نطلع نشوفه ونرجع ونكمل كلام لسه. طيب لغايه ما التقرير يجهز اتكلم معاك كابتن حشيش. النادي الاهلي وكنا بنتكلم في مقدمه البرنامج عن بطوله دوري ابطال افريقيا والعوده لاستاد القاهره والاجواء وكل هذه الامور، طبعا حضرتك كنت موجود مع جيل الثمانينات وبدايه غزو افريقيا للنادي الاهلي، وصف لنا الاجواء كانت عامله ازاي.
طبعا بداية للنادي الأهلي إن شاء الله تبقى موفقة، عودة البطولة المحببة للنادي الأهلي بطولة الأبطال إفريقيا. طبعا النادي الأهلي من الأندية طبعا اللي في القارة اللي هو صاحب أكبر عدد من إحراز البطولات، طبعا بالمسميات بتاعتها من أول ما كانت أبطال بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري وبعد كده الأندية الأبطال. النادي الأهلي يمكن المشاركة أعتقد 29 لي في هذه البطولة، طبعا إحراز 9 بطولات كبيرة للنادي الأهلي. أنا الحمد لله شاركت في بالتحديد في بطولة الأبطال الدوري، حرزت مع النادي الأهلي بطولتين غير الثلاث بطولات بتاعت الكؤوس. طبعا وحشتنا طبعا بطولة إفريقيا، غايبة بقالها فترة. حلم النادي الأهلي وحلم جماهير النادي الأهلي البطولة دي، عايزين نرجع تاني للأجواء الإفريقية والانتصارات الإفريقية وبعدين كأس العالم للأندية. بداية البطولة الإفريقية السنة دي إن شاء الله بكرة مع عودة الجماهير، جزء طبعا من الجماهير للاستاد. كابتن محمد، وجودكم في استاد القاهرة مع الجمهور بيديكوا أكيد دفع مختلف عن ما أنت بتلعب من غير جمهور؟ مفيش شك طبعا، الجمهور هو انا بعتبره عنصر اساسي طبعا في كره القدم، بالنسبه كمان للعيبه والروح المعنويه اللي اللعيبه بتاخدها من العدد الكبير من الجماهير اللي بقى في الاستاد. استاد القاهره طبعا استاد تاريخي وبيفكرنا دايما يا محمود بالذكريات الجميله لبطولات افريقيا. احنا كنا بنكسب بطولات افريقيا والماتشات اللي على ارضنا اول ثلث ساعه بالجمهور من حماس الجمهور. اللعيبه الافريقيه بتيجي بتتخض من الاستاد والجمهور اللي هو 80 و100 الف متفرج. بص يا كابتن، بالشباك الاوتوبيس كابتن حشيش يقول لك انت لما كنت تلاقي ما تلاقيش جماهير كنت بتزعل، لان انت الجماهير ديت بتبقى مساند كبير ليك. وبعدين انت في الماتشات الافريقيه كابتن حشيش وحديث طبعا خبرتك كبيره، ان هي بتخلص اول ربع ساعه 10 دقايق، ان انت الفرقه اللي جايه بتلعب فرقه تيم النادي الاهلي في نجوم كبار. يعني انا بتفرج، انا كنت بتفرج على ماتش كوتوكو من فرقه كبيره، بس انت برضو عندك اسماء ما شاء الله. لما بيشوفوا بيخشوا استاد القاهره او بيخشوا يشوفوا الجماهير دي عندي رعب. لا ده بيتك. تفتكر يا محمود اول حاجه كنا بنعملها في اوضه اللبس اول ما ندخل، اول حاجه فاروق، ده حاجه كل لعيبه النادي الاهلي يجروا على الشباك يشدوا الستاير يبصوا على الجمهور. لو لقينا جزء من الملعب كده فاضي يبقى زعلانين ازاي؟ يعني متعودين الاستاد كله يبقى مليان بالجمهور. طبعا زي بقول لك الدفعه اللي في الاول لعيبه الافارقه بتخاف بتتخض، وبنكسب 2 و3 بيريحنا بقى في لا. وجماهير النادي الاهلي كمان وفيه يا كابتن، بتحب لعيبتها جدا، ما بتهاجمش لعيبتها حتى لو بتلتمس لك العذر. صحيح، عمرنا ما شفنا ان الجماهير قلبت على لعيبه النادي الاهلي بطريقه غريبه او زي ما بيحصل. لا هو بيقول عارف، هو عنده ثقه في لعيبته او عنده ثقه في الكابتن عشيش او محمود ابو دهب، هتكسب لاخر لحظه. فهو لاخر لحظه حاطط في دماغه ان النادي الاهلي هيكسب. مظبوط. وبعدين هو طبعا عندهم ثقافه عاليه كبيره جدا يا كابتن وحضرتك ادرى. صحيح. ان النادي الاهلي ده لعيبته عندها مسؤوليه كبيره تجاه ناديها وتجاه نفسها وتجاه جماهيرها. صحيح. فبالتالي بتلعب او هي عايزه تكسب، فالجماهير عارفه ده. صحيح. احنا عندنا هاشتاج اسمه التسعه يا اهلي، هيكون موجود مع حضراتكم على صفحتنا، صفحه قناه النادي الاهلي عبر فيسبوك وتويتر مواقع التواصل الاجتماعي. عايزين حضراتكم تشاركونا توقعاتكم ايه، مين اللي هيلعب. لو عندك ذكريات مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا ووجودك في الملعب كان عامل ازاي؟ اكيد كل واحد فينا عنده ذكرى مع النادي الاهلي، كان متواجد في ماتش، كان متواجد في تتويج، كان له ذكرى جميله مع النادي الاهلي. لو حضراتكم حابين تشاركونا امام حضراتكم هاشتاج التسعه يا اهلي عبر فيسبوك وتويتر، تشاركونا توقعاتكم للنتيجه، مين اللي هيفوز، ايضا توقعاتك للتشكيل، مين اللي ممكن يلعب، مين التشكيل اللي انت تحب اللي يبتدي المباراه، وايضا لو عندك ذكرى مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا ممكن تبقى ايه. كل ده حابين ان احنا نتواصل مع حضراتكم عبر قناتكم وبيتكم قناه النادي الاهلي، قناه الاهلاويه في كل مكان في العالم. اذا ملعب استاد القاهره له طابع خاص يا كابتن محمود، سواء مع لعيبه النادي الاهلي او مع المنتخب بتحبوا تلعبوا عليه، بيديلك دافع
مساحه وارضيه وعشب جميل، كل دي بتبقى في مصلحتكم. بص يا كابتن فاروق، يعني انا لما بتلعب في استاد القاهره ده يعني تحس ان انت بتلعب في ملعبك، تلعب في بيتك. الحاجه الثانيه ان لعيبه النادي الاهلي على مر العصور بتحب تلعب في الملاعب الواسعه، تحبش تلعب في الملعب ده. لان عايزين نقول ليه يا كابتن؟ عشان الجمهور يبقى ليه؟ لان انت عندك لعيبه مهاريه كتير جدا بتحاول تفتح الملعب، لان كل الفرق اللي بتيجي تلعبك في استاد القاهره يا كابتن بتقفل بشكل غريب جدا، ان هو بيلعبك على الهجمه المرتده. فالنادي الاهلي محتاج ان انت، واحنا يمكن احنا اتعلمنا في الكوره ان في الكوره في الهجوم سبع محاور، ان انت ممكن من الاجناب، ممكن من النص، بتاخدك ممكن من القدمون من الخلف، في حاجات كتير جدا بتحصل في الكوره. فبالتالي انت النادي الاهلي بيحب يلعب على الملعب الواسع، ان انت عندك لعيبه مهاريه بشكل محترم، ان انت بتحاول ان انت برضه يمكن عندنا في الفتره الاخيره دي الكابتن حسام بدري يمكن اللعيبه بتلعب من وان تاتش، بتلعب بسرعه بلمسه من واحده. عندك لعيبه كمان مهاريه بتقدر عندها حلول تقدر تصنع الفارق بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه يا كفاروق، يمكن احنا كنا بنتكلم انا وانت ان كل الفرقه هدافين، يعني دي ميزه كبيره موجوده في النادي الاهلي. الحاجه الثانيه ان انا سعيد جدا بقى في النادي الاهلي يا كابتن ان اللعيبه كلها حافظه. يمكن الكابتن حسام مش مخلي مني في احتياط وفي اساسي زي ما احنا كان ايامنا كان في 12 لعيب او 13 لعيب، اللعيبه هم دول. لا، اللعيب اللي احتياطي كمان بيبقى نازل مبسوط، بينزل يهدف وبيصنع الفارق وبيقوم بنفس الدور. لو وليد سليمان موجود بينزل اسلام محارب بيقوم بنفس الدور اللي هو بيعمله، لو مروان محسن، فكل اللعيبه حافظه. بالتالي دي مديه تنافس كبير جدا للنادي الاهلي. كابتن محمد حشيش، هل ده سبب يعني اصرار الجهاز الفني النادي الاهلي على اللعب في استاد القاهرة؟ 100% طبعا. زي بقول لك استاد القاهرة هو بيت النادي الأهلي وعاصر جميع بطولات النادي الأهلي الإفريقية من البداية. زي محمود بيقول ملعب واسع، والنادي الأهلي قدروا أنه دايما بيلعب أي فرقة سواء محلي أو إفريقي، جايين عارفين قيمة النادي الأهلي وحجم النادي الأهلي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريقي. بطل القارة، نادي القرن، كله جاي عارف ان استاد ده استاد الرعب بتاع طبعا النادي الاهلي. لازم بيجي يتكتل. سما جميله، اول ما يعني هل كده افتكرت الاجواء يا كابتن؟ طبعا طبعا طبعا. انا بسترجع دلوقتي اول واحد قابل الكابتن خطيب الكابتن حشيش. بسترجع البطولات الافريقيه، لان انا كان ليا حظ وشاركت في اول دور واول ماتش في اول بطوله ياخدها النادي الاهلي، اللي هو النهائي اللي احنا شايفينه دلوقتي 82. كان اول دور كان مع الاشغال الصومالي في الصومال، مباراه الذهاب كانت في الصومال 0-0، وثاني ماتش في القاهره 1-0، جاب جون علاء مهوب. علاء مهوب كابتن علاء مهوب واحد من النجوم الكبار. فبسترجع بقى بطولات افريقيا من البدايات والادوار المختلفه والسفريات والمواقف اللي حصلت لنا. وطبعا محمود يوافقني طبعا ان كان زمان اصعب شويه من كان الفرق دلوقتي. كمان كانت في فرق مبهمه ما تعرفهاش انت بتشوفها لاول مره. كانت مبهمه افريقيا نفسها والاحتراف يا كابتن. في افريقيا ما كانش بالشكل الكبير، يعني ما كانش اللعيبه بتطلع بشكل كم كبير جدا. كان منتخبات، انت كنت بتلعب، بتروح تلعب نيجيريا، بتلعب منتخب نيجيريا، بتلعب كوتوكو، بلعب منتخب غانا، نيجيريا نفس القصه. جميع اللعيبه اللي موجودين في الفرق الكبيره اللي هي طبعا بتبقى واخده الدوري بالطبيعه زي النادي الاهلي هنا، العناصر بتاع النادي الاهلي هم اكبر تشكيل او اكبر عناصر موجوده في المنتخب القومي، كذلك الفرق اللي كنا بنلعبها. اللعيبه الفرق اللي كانت في الادوار التمهيديه كانت بالنسبه لنا برضو مش معروفه، ما كانش في وسائل اتصال زي دلوقتي، مفيش كل الماتشات مسجله خالص. ودي كانت هتدخلنا بقى في قصه ثانيه، كانت بتفرق جدا مع الحكام، كانوا يعني بياخدوا راحتهم، محدش طبعا بيحاسب ولا بيشوف ماتشات. كان في بعض الماتشات بنلعبها تسجل وتيجي بعد تتذاع بعد ما نوصل او نرجع تيجي مع البعثة القاهره. صعوبه كمان بقى طبعا التغذيه والاكل في افريقيا والجو لسه مش متعودين عليه، حاجات كتيره جدا كانت موجوده. النقل كمان، النقل دلوقتي انت بتروح ترانزيت حته معينه وتطلع على البلد. كان ايامنا انت بتاخد الطياره بتقعد مثلا 11 و12 ساعه وتقعد في المطارات، ممكن تروح الاول باريس ومن باريس تبتدي تروح الترانزيت اللي يعني تروح اوروبا. ده انا عايز اقول لك دي كمان يا فاروق، يعني كانت قدام شويه، انا بتكلم على الاوائل. ان انت تاخد طياره مثلا مالهاش الا رحله واحده لنيجيريا او زيمبابوي او الحتت دي، فتروح قبلها باسبوع تفضل قاعد. وفي برضو احد النهايات اعتقد ذهبت له بطياره حربيه، ده كوتوكو. ده كوتوكو. بقيه المباريات كانت بالنسبه
لان طبعا صعبه جدا زي ما بقول لك، بتقعد في المطار ترانزيت بالاوقات الكتيره عشان الطياره تاخدك وتروح على النادي اللي انت راح تلعبه، كانت الاجواء طبعا صعبه جدا. دلوقتي طبعا وسائل الاتصال بقت اسهل والنقل بقى اسهل وحاجات كتيره، فما بتشوف ما بتجي تقابل نادي حتى ولو لاول مره بتبقى عارفه وشايفه وشايف له ماتشات وشايف له وعارف عنه داتا كامله بتقدر تساعدك يعني. دي اكيد بتبقى التواصل بقى والتقدم الطبيعي للحياه. كابتن ابو دهب، كل الامور الصعبه اللي تحدث عليها كابتن محمد حشيش، هل بتبقى بالنسبه لكم دافع وانت رايح باسم النادي الاهلي بتلعب بره مصر ومصمم ان انت تعمل حاجه؟ بص يا كفرو، يمكن انا كان حظي وحش او كنت سايق الحظ. اول ما جيت النادي الاهلي كان 92 93 كان مجلس اداره النادي الاهلي خد قرار انه ما العبش في افريقيا. كان اخر مباراه لينا في افريقيا كان 93 ان احنا كسبنا اسيك ابيجان هنا 1-0 فخدنا الكاس. فبعدها الكابتن صالح الله يرحمه خد قرار ان احنا ما بنلعبش، قال لك ان هي ما لهاش جدوى وان السفر وارهاق ومصاريف واصابات كتير جدا، وقال لك ان ما فيش ما بتديناش. فكان هو فضل انه يخش في البطولات العربيه، يمكن عملنا بطولتين عربيه يمكن ربنا كرمنا وخدناهم. فدي كانت بالنسبه لنا بطولات مجمعه، فانت كنت بتقابل فرق كبيره زي الهلال وزي الترجي التونسي وفرق يعني فرق محترمه الوداد البيضاوي طبعا. فانت كنت بتلعب فكنت بتادي احسن وبشكل محترم. يمكن زي ما الكابتن حشيش قال لك ان احنا ممكن كان بيسافروا قبلها ب 10 ايام 15 يوم صحيح. لا في اكل ولا في شرب والجو حاجه ثانيه. يا كابتن انت رايح كوماسي مرعوب يعني، قبيله الاشانتي من اللي هم بيعملوهم ناس طيبين جدا لكن ما بينامكش طول الليل تخبيط وتنطيط وبتاع، فانت ما بتنامش. فبالتالي انت كلاعب كوره عايز الهدوء عايز الراحه، فدي يمكن صعب. لكن انا بقول لك ان لعيبه النادي الاهلي يعني عندهم تحمل مسؤوليه بشكل كبير جدا تجاه زي ما قلت لك قبل كده تجاه النادي الاهلي وتجاه نفسهم بشكل كبير جدا. هم يعني اي حد لبس فانيله النادي الاهلي هو بينتمي لهذا النادي الاهلي لانه خيره على ناس كتير جدا سواء موجودين او بطلوا صحيح. وما حدش بينسى فضل النادي الاهلي عليه. عندنا تقرير مهم جدا مشوار النادي الاهلي في بطوله افريقيا، نطلع نشوفه ونرجع ونكمل تحليلنا مع ضيفنا. يسعى المارد الأحمر النادي الأهلي لعودة بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا إلى خزائنه بعد أن غابت منذ عام 2013. كان الأهلي قريبا من التتويج بالنجمة التاسعة لولا الخسارة في المباراة النهائية العام الماضي. بدأ الأهلي مسيرته في بطولة 2017 بمواجهة بيدفست من جنوب إفريقيا في دور 32، وعلى ملعب السلام حقق المارد الأحمر فوزا صعبا بهدف وحيد سجله أحمد حجازي في مباراة الإياب، وعاد الأهلي بتعادل سلبي وتأهل لدور المجموعات. وقع الأهلي في المجموعة الرابعة بجانب كل من الوداد المغربي، زاناكو الزامبي والقطن الكاميروني. جاء الأهلي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوداد المغربي بعد أن تعادل الأهلي سلبا أمام زاناكو في الجولة الأولى ببرج العرب، لكنه عاد بفوز ثمين في الجولة الثانية من القطن الكاميروني بهدفين دون مقابل حمل التوقيع أجايي ومؤمن زكريا. في الجولة الثالثة حقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بثنائية زكريا وأجايي ببرج العرب، وفي الجولة الرابعة خسر الأهلي في المغرب بهدفين من دون مقابل. في الجولة الخامسة عاد الأهلي بتعادل سلبي من زامبيا بعد أن تعادل مع زاناكو ليحسم تأهله لربع النهائي في مباراة القطن الكاميروني والتي فاز فيها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف سجلهم عمرو جمال بواقع هدفين وعبد الله السعيد بواقع هدف. في ربع النهائي وقع الأهلي في مباراة صعبة بمواجهة الترجي التونسي، وحقق الأهلي نتيجة سلبية في مباراة الذهاب حيث تعادل إيجابا بهدفين في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب برج العرب، وسجل للأهلي عبد الله سعيد ووليد أزارو. كعادته عاد الأهلي من تونس منتصرا بعد أن سجل الثنائي علي معلول وأجايي هدفي القلعة الحمراء في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف ليتأهل لنصف
نصف النهائي في مواجهة تونسية جديدة. اصطدم الأهلي بالنجم الساحلي التونسي، وكانت مباراة الذهاب في الملعب الأولمبي بسوسة، وحقق ممثل تونس فوزا صعبا بهدفين مقابل هدف للأهلي سجله صالح جمعة. وجاءت مباراة الإياب على ملعب برج العرب لتشهد نتيجة كبيرة سجلها أحفاد صالح سليم بالفوز بنصف دستة أهداف مقابل هدفين. تكفل أزارو وحده بتسجيل نصفها وهدف لكل من علي معلول ورامي ربيعة، وسجل مدافع النجم وقتها حمد النجاز هدفا في مرماه. في المباراة النهائية والذهاب على ملعب برج العرب، فرض التعادل الإيجابي نفسه على اللقاء، وعلى الرغم من التقدم المبكر بهدف مؤمن زكريا في الدقيقة الثالثة، إلا أن بطل المغرب نجح في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة عشرة لتكون مباراة الإياب على ملعب محمد الخامس صعبة، ليحقق الوداد اللقب بالفوز بهدف من دون مقابل. الاهلي والبطوله الافريقيه وحكايه هاشتاج التسعه يا اهلي، يا ريت حضراتكم تستمروا في التواصل عليه. كل التوقعات، كل حكايات والذكريات اللي موجوده معاكم والنادي الاهلي وبطوله ابطال افريقيا، يا ريت تبعتوا لنا وتشاركوا معانا على هاشتاج التسعه يا اهلي، سواء عبر فيسبوك او تويتر. وطبعا نجومنا الكبار كابتن محمد حشيش وكابتن محمود ابو الذهب، ونتواصل حول استعدادات النادي الاهلي. كابتن محمد حشيش، النادي الاهلي في الموسم الماضي بدا في مواجهه امام بيدفست من الفرق اللي اصبحت بقت قويه، فاجات النادي الاهلي بالاداء القوي، كسب هنا 1-0، وكان لقاء الاياب في جنوب افريقيا صعب للغايه، وتعادل النادي الاهلي سلبيا لكي يتاهل الدور الاخر. شايف البدايات تبقى ازاي؟ هل ممكن منانا يبقى بقوه بيدفست؟ بص، هو البدايات دايما بتبقى صعبه ايا كان الفريق المنافس وايا كان حجمه او قوته. اعتقد ان الفريق منانا الجابوني حديث العهد بالبطوله، يعني شارك في البطوله دي بالتحديد 2013 و2017. 2013 خرج من الدور التمهيدي، وال 2017 يمكن كمل شويه لدور ال 32 لما خسر طبعا مع الوداد المغربي، بس بنالتيات، يعني ضربات ترجيح، ضربات جزاء، ودي حاجه برضو يعني تخض شويه، لان الوداد طبعا فرقه قويه ولها باع كبير جدا في بطولات افريقيا. اما يجي فرقه زي دي وتتعادل معاه بمجموع المباراتين وتلعب ضربات الجزاء وتخسر، فده برضو يديك مؤشر ان الفرقه دي فيها عناصر كويسه ومستواها يأهلها برضو انها تعمل مفاجآت. انا شايف برضو من خلال التاريخ بتاعهم خلال البطولات، سواء البطوله دي او الكونفدراليه، انهم بيحرزوا اهداف بره ارضهم وداخل ارضهم. يمكن في مشكله عندهم يمكن خط الدفاع شويه، وده طابع الفرق الافريقيه ككل، باستثناء طبعا الفرق اللي هي خبرات كبيره في افريقيا، هي حته المدافعين والتمركز الدفاعي. اعتقد ان النادي الاهلي عامل حسابه للموضوع ده كويس، واعتقد انه السنه دي هيبدا قوي، لان البدايه القويه برضو بتدي انذار للفرق الثانيه ان الاهلي اللي هو صاحب التاريخ والبطولات الكبيره، البدايات ان شاء الله هتبقى قويه، وخصوصا زي ما بقول لك ان البدايه على استاد القاهره في وسط جمهور النادي الاهلي، اللي اعتقد ان هو هيبقى دافع كبير جدا للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ان هم يحرزوا كم من الاهداف اللي تريحهم طبعا في مباراه العوده. ما حدش عارف طبعا مباراه العوده ايه اللي هناك وايه الوضع في الجابون، انما اعتقد ان الفرقه دي لا يستهان بيها، عندها عناصر قوية من ضمنهم حارس المرمى اللي هو طبعا حارس منتخب الجابون الجابون، وده طبعا حارس مميز. عندهم برضو بعض العناصر اللي بتعرف تجيب جوان وتجيد ألعاب الهوى، زي راس الحربة. راس الحربة الأساسي يعني كويس انه مش هيلعب وعنده إصابة، انما في ولد تاني برضو مميز عنده 25 سنة ويجيد ألعاب الهوى. فاعتقد ان برضو النادي الاهلي عنده كابتن حسام عنده المعلومات الكافيه عن الفريق ده وعناصر ومفاتيح المكسب والعناصر المميزه بالنسبه للفريق ده، هي طبعا هيبني. احنا مع حضراتكم ده انتهاء مران نادي الاهلي منذ قليل في استاد القاهره، ومع حضراتكم لحظه بلحظه بنتابع
توجه اللعيبه الى غرف خلع الملابس، ثم توجههم الى الاوتوبيس للتوجه الى مقر اقامه النادي الاهلي. مع حضراتكم لحظه بلحظه ما حدث في ديميران النادي الاهلي، ما حدث في كواليس التمرين، وايضا توجه النادي الاهلي لمقر الاقامه. كل ده هتلاقوه معنا النهارده في تغطيتنا الخاصه لاستعدادات النادي الاهلي. كابتن ابو الدهب، النادي الاهلي امام منانا، هل سيسعى لحسم الامور مبكرا ولا هيفكر في اللقاء الاخر فممكن يقسم اللقاء على سيناريوهين، سيناريو هنا في القاهره وسيناريو هناك في الجابون؟ بص يا كفرو، يمكن الكابتن النادي الاهلي بيتعامل مع المباراه بمباراه، يعني ما بيبصش، هو عاوز يخلص المباراه دي اللي هي هتتلعب ان شاء الله بكره. النادي الاهلي عنده ميزه ان هو بيحترم كل الفرق، فرقه محترمه، فرقه حديث في الـ في الـ في في الكره في الكره في الكره الافريقيه. لكن انا اعتقد ان هم عندهم لعيبه كويسين صغار السن يقدروا، لكن النادي الاهلي هم برضو بيلعبوا فرقه كبيره، فرقه عندها تاريخ كبير جدا في افريقيا، احرزت البطوله كذا مره او 9 مرات، فبالتالي عاملين حسابها بشكل كبير جدا. البدايه مهمه بكره ان شاء الله. انا اعتقد ان النادي الاهلي هيحسم المباراه، ان هو يحاول ان هو يحسم المباراه بشكل كبير جدا في بدايه المباراه، ان على اساس ان هو يستريح بشكل كبير جدا. طيب اخد معانا مع المشاهدين بس القائمه سريعا واعود لاليك عشان المشاهدين يبقوا عارفين القائمه. ضمت من محمد الشناوي، شريف اكرامي، وعلي لطفي في حراسه المرمى، احمد فتحي، صابر رحيل، علي معلول، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وايمن اشرف في خط الدفاع، حسام عاشور، عمرو السوليه، هشام محمد، ميدو جابر، وليد سليمان، واحمد حمدي، واسلام محارب، كريم ندفد، عبد الله السعيد، وليد ازارو، وجونيور اجاي، مروان محسن، وصلاح محسن. ده قائمه النادي الاهلي اللي كابتن حسام البدري اعلنها لمواجهه منانا ان شاء الله 8 مساء غدا الثلاثاء في استاد القاهره. عايزين بقى التشجيع الجميل من جمهور النادي الاهلي والدعم الكبير، لعيبه النادي الاهلي محتاجه التشجيع الكبير. وادي بعد انتهاء المران، وادي جونيور اجاي، والتركيز كان باين على كل اللعيبه كابتن حشيش. صحيح. اللعيبه خارجه في حاله دوري ابطال افريقيا في الاذهان، الكل يعني حتى امامنا ازار وادي احمد حمدي في حاله تركيز. بص يا فاروق، طبعا ده عاده النادي الاهلي انه طبعا بياخد، انا متاكد ان كل اللعيبه خلاص نسيت بطوله الدوري دلوقتي خلاص، ايا كان انه حسمها النادي الاهلي او لا، بيبدا في بطوله جديده، كل المعطيات بتبقى في دماغ اللعيبه وهي بتتمرن ومستعده او في المعسكر بتاعها لمباراه الغد. الجهاز الفني اعتقد انه قادر ان هو يفصل بين البطولات، بين بطوله الدوري وبطوله افريقيا. زي ما بقول لك النادي الاهلي، الحاجه العنصر اللي هيبقى عنصر ايجابي قوي هو لعب النادي الاهلي بعد فتره غياب كبيره جدا على استاد القاهره في البطولات الافريقيه. ده انا اعتقد عنصر استاد القاهره والجمهور اللي ان شاء الله هيبقى حاضر بكره هيبقى عامل ايجابي للنادي الاهلي. ما تنساش برضو ان النادي الاهلي السنه دي بيبدا افريقيا وهو في اعلى مستوياته. نعم. وكل اللعيبه جاهزه، وكل اللعيبه من الناحيه الفنيه والبدنيه. هل تصدر الدوري بدري يا كابتن والى حد ما اقتراب حسم البطوله يدي النادي الاهلي اريحيه في بطوله افريقيا؟ 100%. انت ما عندكش عبء نفسي ان انت بتلعب بطوله جديده وانت لسه البطوله بطوله الدوري انت لسه بتفكر فيها ولسه مش عارف ايه اللي هيحصل. انت الحمد لله متربع على القمه، يعني لو هنتكلم يعني شبه النادي الاهلي حسم، خلينا صراحه اكتر كابتن، النادي حسم البطوله بشكل كبير، فانت بتفكر بقى في البطوله الاخرى اللي هي انا اعتقد اهم دلوقتي بالنسبه لينا كلنا وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته والجهاز الفني واللعيبه. هيبدا ان شاء الله بدايه قويه، اعتقد ان كابتن حسام بكره مش هيبخل بلعيب اساسي او مش هيقعد لعيب اساسي، هيلعب بالتشكيل الاقوى، عشان زي ما بقول لك البدايه مهمة جدا جدا، بتدي انذار للفرق الثانية، ودايما الخوف بيبقى من الفرق الصغيرة دي مش فرق كبيرة. نعم. احنا لعيبة كورة لما كنا بنقابل مثلا الفرق الكبيرة بتبقى انت غصب عنك مركز غصب عنك في المنافس القوي، انما الفرقة الصغيرة بتبقى بعض اللعيبة وبالذات اللي لسه ما عندهاش خبرات قوي بيبقى برضو يعني مش عامل حساب للفرق، ما عندوش خبرات ان الفرق الصغيرة دي هي بتبقى اصعب من الفرق الكبيره، انها بتلعب لعب برضو لحد ما عشوائي، ما فيش
لعيبه على مستوى عالي، فدي اللي ممكن تعمل الفاجآت اللي هي مش مفاجآت مش انا هاخد راي كابتن محمود ابو الدهب، ولكن الاول هطلع لتقرير مع كابتن محمد يوسف اخر المديرين الفنيين في النادي الاهلي فوزا ببطوله دوري ابطال افريقيا في 2013. نذهب ونشاهد ونرجع ونكمل كلام. الخطيب والخطيب يلعب كره جاهزتين وهيجي جول يا جول won six Champions League. والهدف الأول كلاسيكي وكورة من وليد سليمان والهدف الثاني. وادي أبو تريكة بطولة أبطال الدوري 2013 مش بتمثلي أنا، بتمثل مصر كلها النادي الأهلي. الوقت ده كان صعب جدا على الكرة المصرية، كان صعب جدا على النادي الأهلي بعد خروجنا من محنة أحداث بورسعيد والثورة وإلغاء الدوري موسم 2013. فطبعا كانت هي اللي تعتبر البطولة الوحيدة اللي كنا بنشترك فيها، أو بمعنى أصح كمان بعد خروج الزمالك من دوري المجموعات، فكان أصبح النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي كان بيلعب كرة في مصر. يعني كان كله بيتابع النادي الأهلي في الوقت ده، وكان هو الوحيد اللي يعني زي ما بنقول بيرسم البسمة والفرحة على المشجعين بتوعه طبعا وجماهيره وعموما المتابعين لكرة القدم. وكانت طبعا بطولة ظروفها صعبة لكونها اتلعبت طبعا في الجونة، وكانت ملعب الجونة يعتبر ملعب مواشي المثالي بالنسبة للنادي الأهلي، وايضا برضو ان كانت بتلعب بدون جمهور الا في مباراه النهائي فقط بس قدام اورلاندو بايرتس. فكانت ليها ظروف صعبه، السبونسرز طبعا والنواحي الماديه مختلفه كانت برضو، كان في صعوبات شويه بالنسبه للاعبين وبالنسبه للتدفقات الماليه بتاعتهم، فبرضو دي كانت عامله درجه صعوبه. لكن طبعا انت عارف النادي الاهلي دائما بيبقى موجود في الحدث، ودائما بيبقى هو السباق تحت اي ظروف تحت اي صعوبات، بيقدر ان هو يعني يحصد برضو البطولات في اصعب الظروف. البطوله اتصعبت لزياده الدور زياده اللي هو بعد دوري المجموعات. كنا بنلعب الاول قبل نهائي ونهائي، دلوقتي انت بتلعب 16 و8 وقبل نهائي، يعني زاد الدور بمعنى اصح ذهاب وعوده. انما النادي الاهلي طبعا يعني عنده القدره ان هو يصل لمنصات التتويج. الموسم الماضي كان فيه سوء حظ قابلنا بشكل كبير في النهائي قدام الوداد، احنا كنا الفريق الاحسن، الاهلي كان فريق الاحسن اداء ذهاب وعوده، لكن بعض الاخطاء البسيطه خبرات النهائي ممكن تكون فرقت شويه. لكن السنه دي انا شايف برضو ان الاستعداد احنا فرقتنا بقت اقوى، وفي نفس الوقت كمان المنافسه هتبقى برضو قويه. انا متفق معاك ان البدايات بتبقى صعبه، خصوصا ان انت في الدوري يعني عايز اقول ان المنافسه الى حد ما محسومه بشكل كبير، يعني ما اقدرش اقول نهائيه لكن محسومه بشكل كبير، فدي عامله نوع من الى حد ما الثقه والارتياحيه شويه. لكن مع افريقيا اكيد هتقابل فرق برضو بقوه معينه، رغم ان احنا يمكن بنلعب في الادوار الاولى ال 32، بس برضو المباراه الافريقيه هي المباراه الافريقيه. فانا شايف البدايه لابد انها تكون قويه وبيكون فيها تركيز عالي جدا، وفي نفس الوقت كمان يعني في لعيبه انت عندك اول مره هتلعب في افريقيا، يعني في التشكيل اللي بيلعب بيه النادي الاهلي الفتره الاخيره في اكتر من لاعب، يمكن 3 أو 4 لعيبه اول مره هيشتركوا في بطولة أفريقيا، ودي هتبقى بداية المشوار بتاعهم. فأعتقد أن دي لازم تبقى فرصة كويسة ليهم أن هم يركزوا من بداية المشوار، وأيضا كمان يعني يكتسبوا الخبرات الأفريقية بكل سرعة، لأن دي هتبقى مهمة جدا في الأدوار النهائية بعد كده. مفاتيح اللعب طبعا في فريق كبير زي النادي الأهلي لابد أن أنت تكون عندك يعني اكتر من لاعب، حتى وانت على البنش بره او على معاك في البدلاء لازم يكون تمتلك لاعبين عندهم القدره على ان هم يغيروا النتيجه او الاداء او رتم الاداء، ايا كان بقى انت عايز تكسب او عايز مثلا تحافظ على النتيجه او مثلا متعادل وعايز كده يعني.
فاللي انا عايز اقوله ان النادي الاهلي غني بلعيبته، عنده لعيبه كويسه. كابتن حسام البدري يقدر ان هو يعني يستخدم هذه الاوراق في توقيتاتها المظبوطه، وفي نفس الوقت كمان في المباريات، لان كل مباراه افريقيا بيبقى ليها سيناريوهات كتيره، وبتلعب بره ملعبك ولا جوه ملعبك، وطبعا اتفرج على فريق منانا فعارف نقاط ضعفه ونقاط قوته، بيدافع ازاي، توقع ان هو هيجي يدافع مع النادي الاهلي في استاد القاهره، فطبعا دي هتبقى محتاجه سيناريو معين. بس لكن مفاتيح النادي الاهلي انا شايف ان الرئيسيه طبعا التماسك في عبد الله السعيد، علي معلول في الجنب الشمال، احمد فتحي في الجنب اليمين من الناس المهمه جدا، عندك وليد ازارو، وليد سليمان لو لعب طبعا ورا راس حربه هيبقى عبد الله السعيد وليد سليمان، ومعاهم لو حمودي خف من الاصابه او حتى اسلام محارب ممكن يبقى ليه دور، يعني قصدي عنده مفاتيح كتيره. زيادة عمرو السولية من وسط الملعب وعمل الزيادة العددية على خط هجومه، دي كلها حاجات مفاتيح بتقدر ان انت يعني تحل بيها. النادي الاهلي عنده مفاتيح كتيرة، النادي الاهلي طول عمره بيبقى مركز، بيبقى ما بيستسهلش المباريات، وده سر ان هو دائما بيبقى في المراكز الاولى، ان هو دائما بيعطي كل مباراة المسؤولية بتاعتها عايز اقول التجهيز بتاعها والتركيز كمان. اللي انا عايز اقوله ان هي بس ان بدايه المشوار دايما لما بتكون قويه بتدي رساله لبقيه الفرق ان انت يعني عينك على اللقب، بالاضافه لاكتساب العناصر الجديده، خبرات افريقيا بتبقى من اول مباراه، يعني من اول مباراه لما بياخدوها بجديه وبتركيز عالي، اعتقد ان دي بعد كده على مدار البطوله بتفرق ان شاء الله. الخطيب والخطيب يلعب ورزادتين وهيجي جول، يا جول جول جميل، سيد عبد الحفيظ، بيبو 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 وشاطها جول جول محمد ابو دريكا. It's the only team to have won six Champions League. One hand up for Al Klasikin. What quarter of it went in Suleiman? What happened to him? What did he get? البدايات دائما بتبقى مهمة. 2013 واحدة من البطولات اللي النادي الأهلي كان مشواره فيها في منتهى الصعوبة في البدايات، تعادل وهديمة، ولكن بعد كده قلب الموازين تماما فريق النادي الأهلي وحصد اللقب عكس الاتجاه. بعد أول مباراتين النادي الأهلي ابتدت وسائل الإعلام ابتدت الضغط يقول لك النادي الأهلي بعيد عن البطولة، النادي الأهلي فقد اللقب، ولكن النادي الأهلي علمنا ان مفيش مستحيل، فاز على ليبرز، فاز على الزمالك، فاز على أورلاندو بايرتس حتى في اللقاء النهائي، وحصل بطولة كانت مهمة جدا، مرورا بسانشاين النيجيري ومرورا بالقطن الكاميروني، فرق كبيرة جدا استطاع النادي الأهلي ان يفوز بها. هذا الى كابتن ابو الذهب. الموسم الماضي يا كابتن النادي الأهلي واجه بيتفيست، كان مواجهة صعبة هنا في القاهرة وأيضا في جنوب أفريقيا، والبدايات دائما ما تكون صعبة. هل النادي الأهلي استفاد من البطولة الماضية وهيحط كل تركيزه في لقاء منانا؟ يعني أعتقد يا كابتن زي ما شفنا حضرتك بعد التمرين إن كل اللعيبة مركزة، كابتن حسام واخد كل القوة الضربة بتاعت الفريق إن هو عايز يخلص المباراة هنا تحسبا للمفاجآت هناك في الجابون، خصوصا أنت عارف يا كابتن في أفريقيا إن الأرض طبعا بتبقى وحشة سيئة بشكل كبير جدا، الجو كمان عامل الجو بيبقى سيء، اللعيب كمان وهو نازل بيبقى الجو حر وفيه رطوبة عالية، فبالتالي النادي الأهلي مركز إن هو يخلص المباراة هنا. النادي الأهلي هيفرض شخصيته الكبيرة على الفرقة هنا بشكل كبير جدا، عندك لعيبة تقدر تصنع لك الفرق او عندها حلول بشكل محترم، فاعتقد النهارده مع العامل الجماهير كمان يا كفاروق ان النادي الاهلي بقاله فتره ما بيلعبش مع الجماهير، اعتقد ان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي مشتاقه ان هي تلعب قدام الجماهير، والنهارده زي ما الكابتن حشيش قال لك ان اللعيبه وصلت لفورمه عاليه او نضجه تدريب الفريق. النادي الاهلي خلص تمرينته دلوقتي، فريق منانا على ملعب استاد القاهره بيجري تمرينته الان، اللقطات ديت موجوده معانا احنا فقط عشان نحط حضراتكم في اجواء اللقاء. منانا بيتمرن ازاي؟ طبعا تمرينة اللي قبل المباراه ما بيبقاش فيها حاجه تكتيكيه، هم عارفين ان احنا كلنا بنتفرج وكل هذه الامور، ولكن برضو بندي لكم حاله ماذا يجري، انطباعكم على اللعيبه، وانطباع طبعا نجومنا ومحللينا الكبار، الحاله البدنيه، الحاله النفسيه، بتبان كل هذه الامور على فكره، حتى في التسخين تقدر تشوف اللعيبه وتاخد انطباع منهم اللعيبه دي هتادي ازاي في اللقاءات. الحاجه الثانيه يا كابتن فاروق، يمكن النادي الاهلي يمكن وصل لاعلى مستوياته يا كابتن كمهاري وفني وبدني، ونوصل لنضج عالي جدا. يمكن انا كمان عجباني حته في تيم النادي الاهلي يا كابتن، وانت قاعد انا كلاعب في النادي الاهلي
بعتبر نفس الوقت واحد من الجماهير ان انا عندي ثقه كبيره ان النادي الاهلي هيجيب جول. نعم. ما عندهمش استعجال يا كابتن عشيش، ما فيش استعجال، الجول هيجي في ثانيه وهيجي بشكل كبير جدا. ما بنفقدش الكوره بسهوله، الكوره بتطلع من رجل لرجل، دي حاجه كويسه جدا. يمكن ما فيش حد يا كابتن بيجري بالكوره بيعمل دريبلين بيها ان هو بيتعب، لان احنا المدربين زمان كانت تقول لك خلي الكوره اللي تشتغل، هو النادي الاهلي اللي بيعمله في الحته ديت. النادي الاهلي عنده كمان، النادي الاهلي منفردا بيأدي هذا الامر. عشان كده يا كابتن في حاجات تانية كمان بتتعمل، لك في فوجات بتحصل في ماتش، ان النهارده اي حد بقى بيهدف في النادي الاهلي. فلان بتيجي النهارده لو اعذاره طلع بره بتلاقي وليد سليمان دخل في القلب، لو وليد سليمان طلع بتلاقي اجاي. فانت عندك تغيرات بتحصل في الملعب بشكل كبير جدا محترم. النهارده عندك اللعيبه عندها ثقه كبيره جدا، جماهير عندها ثقه كبيره جدا. الحاجه الثانيه كفاروق يمكن اللي انا عايز اقولها لك، النادي الاهلي مركز في البطوله ديت بالذات ان هو عايز ياخد افريقيا. طيب. انت الطبيعي ان انت خدت الدوري او بتاخد الدوري، الناس عايزه تفرح برده، عايزه ترجع لافريقيا ثاني واجواء الافريقيه، ان انت تخش تلاعب فرق كبيره. الحاجه الثانيه عايز تلعب في كاس العالم، لان انت الوقت لازم تتنقل نقله كبيره من المحلي. يمكن في ناس كتير جدا، ويمكن انا واحد من اولا، مش عشان تبقى شهادتي مجروحه ان انا موجود في قناه النادي الاهلي او واحد كنت منتمي للنادي الاهلي، لا انا بقول لك النادي الاهلي يا كابتن حشيش بيلعب في حته، ومع احترامي للفرقه الثانيه بتلعب في حته ثانيه. يمكن النهارده بقول لك فاضل اربع تبنات او اربع بونت والنادي الاهلي، لا النادي الاهلي حسم البطوله مع احترامي. فرقه كبيره بتحافظ، وانا قلنا قبل كده ويمكن قلت مع حضرتك، النادي الاهلي لما بيركب الدوري ما بينزلش يا كابتن، لان من الفرق الكبيره هي ازاي تحافظ على القمه. النهارده ممكن توصل للقمه، لكن ازاي تحافظ على النادي الاهلي؟ عنده لعيبه، عنده مسؤوليه كبيره بشكل كبير جدا بشكل محترم، عنده لعيبه تتحمل المسؤوليه. الحاجه الثانيه انت عندك لعيبه كمان، ان الفتره دي يا كابتن فاروق ان كله عنده طموح يلعب كاس عالم، فبالتالي كل لعيب بيقدم عليه بيدي بشكل كبير جدا بشكل محترم. والنهارده الكابتن حسام بدري، وانا اعتقد ان الكابتن حسام حتى اللي بيقعد يا كابتن احتياطي ما بيبقاش زعلان، بينزل بيأدي بشكل كبير جدا. كابتن حشيش، هل طموحات لعيبه النادي الاهلي وطموح الجهاز الفني والعامل النفسي قبل ما نخش في الفنيات هتبقى من اهم العوامل اللي ممكن تفرق مع النادي الاهلي في القوة غدا؟ بص، هو العامل النفسي طول عمره موجود في لعيبه النادي الاهلي، اختلاف الاجيال. اللي بيلبس فانيله النادي الاهلي بيبقى دايما مصر على الفوز، وده سر نجاح النادي الاهلي، ان هو دايما اللعيبه بتاعته حتى لاخر لحظه. بنشوف النادي الاهلي على مدار سنين كتيره جدا بيكسب في اخر ثواني واخر دقيقه، وبيغير اتجاهات حاجات كتيره جدا في اخر ثانيه. الدوافع موجوده عند النادي الاهلي، الدوافع موجوده عند الاجهزه المختلفه في النادي الاهلي، فالحافز والدافع موجود. نرجع للكابتن حسام، انا شايف الكابتن حسام عامل يعني طفره كبيره جدا مع الفريق ومع اللعيبه. لاول مره يا فاروق تبقى قاعد وتبقى محتار في التشكيل اللي هيلعب بكره. نعم. قبل كده كانت النادي الاهلي يقول لك فلان وفلان وفلان وفلان، التشكيل ثابت، ولما كان في واحد من الاساسيين بيتصاب كنت بتستغرب وبتقول طب هيلعب بمين، ممكن يجيب واحد تاني مش في المركز ده يلعبه، يحاول يلعبه في المركز الجديد عليه. دلوقتي ما شاء الله لعيبه النادي الاهلي كلها جاهزه، تعرفش مين الاساسي ومين الاحتياطي، اي حد بيشارك. يعني بتلاقي مثلا معلول مشارك مثلا بصفه اساسيه، ما يبقاش موجود يلعب صبري رحيل مكانه، بتلاقي حد في نص الملعب، بتلاقي احمد فتحي مش موجود، بتلاقي محمد هاني. اللعبة كلها جاهزة، واللعبة كلها تعدد الحلول، تعدد الحلول كمان في الملعب. النادي الأهلي كان معظم أوقات اللعب، كان لو هنتكلم على بعض قوى النادي الأهلي، أنه كان بيلعب من ناحية الأجناب، وكان دائما أطراف النادي الأهلي قوية. دلوقتي مبقاش الأطراف بس، بقى عنده حلول أخرى، أطراف ومنتصف من العمق والتسديد من بعيد والكرات يعني بقت فرقة الحقيقة الحمد لله متكاملة، وعندها اكتر من سلاح تقدر تكسب بيه. كذلك برضو انا في رايي ان برضو الخط الدفاع بيعيش برضو فتره كويسه ومستويات عاليه، اي حد فيهم بيلعب، ايمن اشرف، سعد، نجيب، الحقيقه كلهم على مستوى عالي، فتحي او محمد هاني. مش عايزين محمد هاني بره القايمه بسبب الاصابه اللي حصلت له، وعشان كده موجود أحمد فتحي في الجانب الأيمن. احنا هنروح لتقرير مع أو لقاء مع فريق منانا الجابوني، زميلنا أمير هشام مع من مكان أو مقر تمرين فريق منانا الجابوني. نطلع نشوف ماذا لديك يا أمير. تحية
تحياتي لضيوفك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا في هذه اللحظات المران الأخير لفريق منانا استعدادا لمباراة الغد والمرتقبة أمام النادي الأهلي إن شاء الله في ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا، واللي بكل تأكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، وإن شاء الله تكون بداية بالنسبة له قوية نحو العودة لإحراز هذا اللقب الهام جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. لكن بالنسبة لفريق منانا بالتحديد، يمكن النهاردة ده المران الثاني ليه، امبارح كان المران الاول على ملعب او ملاعب النادي الاهلي في مقر النادي في مدينه نصر، ويمكن كان هو بالتقريب هو المران الاساسي بالنسبه لفريق منانا، كان اكيد بعيد عن الاعلام او بعيد عن اعين الاهلاويه، لكن اتمرنوا واستعدوا بشكل جيد من خلال المران الامس. النهارده المران يمكن خفيف بالنسبه لهم شويه، خصوصا ان هم خلاص بينزلوا بالاحمال التدريبيه والمباراه خلاص بعد 24 ساعه بالتحديد، فبالتالي اكيد بدنيا وتدريبات بدنيه اكيد مش قوية بشكل كبير، كلها بعض تدريبات الكرة الخفيفة، وبيستعدوا بشكل كبير طبعا لأداء هذه المباراة المهمة. لكن خليني أقول لك يا محمد إن هو واضح عليهم التركيز الشديد جدا خلال هذه المباراة والاستعداد الجيد لأداء مباراة قوية أمام النادي الأهلي، ويمكن هم بيأملوا إن هم يحققوا نتيجة إيجابية هنا في القاهرة حتى لو التعادل السلبي أو الإيجابي، ويمكن هدف من أهدافهم إن هم يحرزوا هدف طبعا خارج أرضهم يديهم أفضلية بشكل كبير في مباراة العودة، وده اللي بكل تأكيد ما نتمناش انه يحصل. خليني ايضا اقول لك ان المدير الفني كيفن طبعا اوبانجا طبعا المدير الفني لفريق منانا يعني اتكلم وقال ان اخطر لاعبي النادي الاهلي هو المهاجم وليد ازارو من وجهه نظره، وشايف هو ده اخطر لاعبي النادي الاهلي، لكن هو شايف ايضا خطوره النادي الاهلي الحقيقيه في اللعب الجماعي بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وده طبعا متعودين عليه دايما من النادي الاهلي بيبقى ما فيش لعب فردي بشكل كبير بالنسبه للفريق، فبالتالي دي رؤية المدير الفني كيفن المدير الفني لفريق منانا. خليني أيضا أقول لك إن الفريق ده بيضم اثنين من اللاعبين الدوليين لمنتخب الجابون واللي بيقودوا طبعا الأسباني كاماتشو، حارس المرمى طبعا لاعب منانا الجابوني أحد اللاعبين الدوليين، وأيضا لاعب آخر في وسط الملعب يعتبر لاعب دولي ومن العناصر الأساسية بالنسبة لمنتخب الجابون. الاستعدادات مستمرة طبعا بالنسبة لفريق منانا زي ما الاستعدادات أكيد مستمرة بالنسبة للنادي الأهلي، واللي ختم تدريباته خلاص حوالي اكثر من ساعه هنا في استاد القاهره، وكان المران الاخير بالنسبه ايضا للنادي الاهلي. الامور ماشيه كلها بشكل جيد ان شاء الله، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال مباراه الغد. لكن ايضا خليني اقول لك يا محمد ان يمكن في حوالي 6 عناصر مش موجودين من فريق منانا الجابوني، واللي هم كانوا شاركوا في مباراه الوداد الموسم الماضي، ويمكن ادوا بشكل جيد جدا، او الفريق ككل ادى بشكل جيد جدا وقدر ان هو يخسر في بهاب فارق هدف واحد في كازابلانكا طبعا ملعب الملك محمد الخامس ملعب فريق الوداد، وقدر انه يفوز ايضا على الوداد في مباراه العوده في الجابون، وخرج من البطوله عن طريق ركلات الترجيح. يمكن كان عندهم فريق مميز جدا، لكن في 6 تقريبا من هذا الفريق مش موجودين خلاص مع الفريق هذا الموسم، لكن ده ايضا ما يمنعش ان هم فريق جيد رغم ان هم في بدايه الدوري الجابوني بيحتلوا المركز التاسع طبعا برصيد ده 5 نقاط بعد تقريبا حوالي 5 جولات، ومش بيسيروا بالشكل المطلوب بالنسبه لهم. لكن بشكل عام اكيد عندهم دوافع وحافز كبير جدا ان هم يتخطوا دور 32 لاول مره في تاريخهم. احنا عارفين ان هو نادي حديث النشاه، تم انشاؤه في عام 2006، يمكن هدف من اهدافهم هم يتخطوا دور 32 لاول مره في تاريخهم من دوري ابطال افريقيا. هم وصلوا دور 16 في الكونفدراليه وده كان اكبر انجاز ليهم، لكن دوري ابطال افريقيا هو يعني عدوا الادوار التمهيديه فقط، لكن دور 32 ما استطاعوش اطلاقا ان هم يعدوا هذا الدور، فبالتالي هدف من اهدافهم ان هم يحققوا مفاجاه على فريق النادي الاهلي، وطبعا فريق اكثر تتويجا بهذه البطوله، ونتمنى ان شاء الله من خلال بطوله السنه دي ان شاء الله النادي الاهلي يحقق اللقب التاسع في تاريخه في بطولات دوري ابطال افريقيا. في النهاية أكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، ويكون يقدر أن هو يحقق نتيجة إيجابية بشكل كبير، عدد أهداف إن شاء الله يكون وافر عشان تكون الأمور طبعا مهيئة بالنسبة له إيجابية بالنسبة له في مباراة العودة إن شاء الله. يا محمد لو في زميلي أمير أنا عايز أسألك انطباع فريق منانا عن ملعب استاد القاهرة، انطباعهم عن أرضية الملعب، الحجم والمساحة، كل هذه الأمور حابين إن احنا نعرفها، ما هو انطباعهم عن ملعب استاد القاهرة وأيضا عن فريق النادي الأهلي، وشايفين المباراة هتبقى إزاي؟
طيب خليني اقول لك يا محمد في البدايه عن الملعب. يمكن المدير الفني كيفن المدير الفني للفريق مونانا اول ما هو داخل من ملعب استاد القاهره يمكن كان مبهور بحجم الملعب والمدرجات وسعه الملعب. اكيد ملعب استاد القاهره ملعب كبير جدا وملعب معروف طبعا على مستوى الدولي. هو كان مبهور جدا بشكل الملعب، لكن ارضيه الملعب بالنسبه له كانت علامه استفهام مع حجم الملعب وامكانيات هذا الملعب. يمكن ارضيه ملعب استاد القاهره يا محمد مش على ما يرام او مش بقمه طبعا الشكل المطلوب او النجيل المطلوب لاداء هذه المباريات المهمه او المباريات بشكل عام. وده يمكن كان انطباعهم عن ملعب استاد القاهره. لكن انطباعهم عن النادي الاهلي هم مدركين جيدا ان النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، عارفين ان النادي الاهلي دايما بينافس على هذه البطوله، مش طموحه ان هو يعدي دور واحد فقط، لا طموحه دايما هو المنافسه وتحقيق هذه البطوله. هم مدركين جيدا ان النادي الاهلي مش بس نادي محلي او نادي على المستوى الافريقي فقط، لا هو ايضا نادي دولي. ده كلامهم طبعا. انا اتكلمت مع احد الصحفيين اللي مرافقين لبعثه فريق مونانا ويمكن قال نفس الكلام ده ايضا. المدير الفني صرح باهميه هذا الكلام واهميه فريق النادي الاهلي على المستوى الدولي، خصوصا ان هو شارك في كاس العالم للانديه 5 مرات. فبالتالي هم مدركين جيدا حجم النادي الاهلي والامكانيات الكبيره عند لاعبي النادي الاهلي، وايضا عارف كويس جدا النادي الاهلي بيضم لاعبين كتير من القوام الاساسي لمنتخب مصر وتاهل مؤخرا لكاس العالم اللي هيشارك ان شاء الله قريبا في هذه البطوله المهمه. فبالتالي يا محمد هم عارفين كويس قوي حجم النادي الاهلي في مستوى القاره الافريقيه وايضا عالميا. فبالتالي هم مهيئين نفسهم لهذه المباراه من ناحيه نفسيه بشكل كبير جدا على امل ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه هنا على استاد القاهره. هتكون مفاجاه اكيد ان شاء الله ما تحصلش، وان هم ان شاء الله يستغلوا عامل الارض والجمهور في مباراه العوده يتفوق على النادي الاهلي، وان شاء الله برده ده ما يحصلش والنادي الاهلي يقدر يتفوق في المباراتين عشان تكون بدايه قويه يا محمد للنادي في البطوله. اتفضل لو في اي استفسار معاك. شكرا زميلي امير هشام من مقر تمرينة فريق مونانا اللي جابوني من استاد القاهرة. أروح لزميلي محمد سعيد مقر إقامة النادي الأهلي، عايزك توصف لي أخبار آخر أخبار النادي الأهلي، الحالة النفسية كنا شايفين تركيز كبير جدا يا محمد، قول لي إيه آخر أخبار عندك. محمد اهلا بيك واهلا بالكابتن محمد حشيش والكابتن محمود ابو الدهب وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. اقدر اطمنك وانا هنا داخل فندق اقامه فريق النادي الاهلي والعد التنازلي وساعات قليله تفصل الاهلي عن انطلاقه نحو بطوله افريقيه جديده باذن الله. الجهاز الفني واللاعبين سعداء جدا بهذه الانطلاقه في هذا التوقيت وفي هذا الوقت الزمني من هذا العام في ظل يعني حاله فنيه متميزه جدا لفريق النادي الاهلي في المسابقه المحليه والتربع في عرش مسابقة الدور العام والابتعاد بالصدارة عن منافسين كثيرين داخل هذه المسابقة المحلية. هذه النقطة الفنية الجهاز الفني سعيد بها في هذه الانطلاقة الأفريقية ومع هذا التوقيت في مواجهة مونانا الجابوني. أقدر أنقل لك أن الجهاز الفني بيحاول يحفز اللاعبين قدر الإمكان باستغلال الحالة المعنوية واستغلال الدفعة الفنية والنتائج الإيجابية التي يحققها فريق الكرة خلال الآونة الأخيرة مع الانطلاقة الأفريقية. وحذر الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري اللاعبين اليوم تحديدا في المحاضرة الرئيسية في استاد القاهرة في المران الختامي ليلة المباراة على أن ضرورة الفوز بهذه المواجهة غدا وتحقيق أكبر عدد دوافر من الأهداف لأريحية الجهاز الفني واللاعبين في مباراة العودة، خاصة بعد أن قدم الكابتن سيد معوض مدرب الفريق تقريرا عن المواجهة التي جمعت فريق مونانا الجابوني ببطل بوركينا فاسو في تمهيد دوري أبطال أفريقيا، وقال لهم أن الأجواء هناك في مباراة الإياب ستكون صعبة جدا سواء في الطقس أو الحرارة أو الملعب أو حتى المدينة التي ستستضيف هذه المباراة مباراة العودة بإذن الله بعد 10 أيام. فبالتالي كحالة فنية وكتحذير واستعداد من الجهاز الفني للاعبين الأمور تسير بشكل جيد جدا. منذ قليل الكابتن حسام البدري أعلن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الغد، والكابتن حسام البدري ضم كل اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية هنا في فندق الإقامة في المعسكر المغلق، لكن فضل استبعاد محمد هاني الظهير الايمن للفريق والذي خاض مع الفريق تدريب اخير على استاد القاهره منذ قليل، لكن فضل الجهاز الفني استبعاده من مباراه مونانا غدا حتى لا تتفاقم الاصابه، خاصه انه لم يتمثل للشفاء بشكل كبير وما زال يؤدي تدريبات بدنيه خفيفه حتى هذه اللحظات. وبالتالي الجهاز الفني فضل ان يكون اللاعبين المقيدين في القائمه والجاهزين لهذه المباراه متواجدين داخل معسكر الفريق هنا في فندق الاقامه القريب من استاد القاهره. بخلاف ذلك احمد
محمد حمودي هو ايضا اللاعب الثاني والاخير الذي استبعد من هذه المباراه نتيجه اصابته في انقل القدم خلال المباريات الاخيره في الدوري العام. بخلاف ذلك الجهاز الفني ضم 22 لاعب خاصه من القائمه الافريقيه الاوليه التي ستخوض دور ال 32 24 لاعب فقط. واليوم في التدريب فريق النادي الاهلي على استاد القاهره الدولي فضل الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري ان يكون التدريب مغلق فقط على اللاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه، واعطى راحه سلبيه للاعبين الغير مقيدين في القائمه الافريقيه مع اداء تدريباتهم صبيحه يوم المباراه غدا باذن الله على ملعب مختار اتش. فهذه اللحظات محمد وانا بتكلم معاك الفريق يمكن انهى طبعا العشاء داخل فندق الاقامه وبيستعد للدخول الى المحاضره الفنيه. محاضره فنيه ستكون مدتها 45 دقيقه فقط، سيعرض من خلالها الجهاز الفني مجموعه من اللقطات الفيديو. 45 دقيقه للمواجهات الافريقيه التي او المباراتين الافريقيتين التي خاضهما فريق مونانا في لقاء الذهاب ولقاء الاياب، مع عدد من المباريات المحليه التي لعبها في الدوري خلال الاونه الاخيره، بالاضافه الى بعض النقاط الفنيه اللي الجهاز الفني هيكون حريص ان هو يعرضها للاعبين، خاصه ان هذه المحاضره هي المحاضره الاخيره ومحاضره الغد لن تستمر اكثر من حوالي 15 دقيقه قبل التوجه لاستاد القاهره الدولي. بعد قليل ايضا وفي تمام الساعه 9 ونحن هنا في فندق اقامه فريق النادي الاهلي سيكون هناك الاجتماع الفني والترتيب التنظيمي بين فريقي النادي الاهلي مع فريق مونانا الجابوني وبحضور طاقم التحكيم المالي الذي سيدير هذه المباراه. تلك هي الاجواء، تلك هي الصوره بالنسبه لي محمد. عايز اسالك عن سواء في استاد القاهره او حتى فندق الاقامه في هذه محمد المحضر. عايز اسالك عن طبعا انطباع لعيبه النادي الاهلي لعوده مره اخرى للمشاركه الافريقيه. طبعا النادي الاهلي خسر لقب البطوله الماضيه بعد اللقاء النهائي الشهير امام الوداع. عايز اعرف منك انطباع لعيبه النادي الاهلي ودخولهم في الاجواء الافريقيه كان ازاي، حاله التركيز الكبيره اللي شفناها في التمرين وحتى عقب خروجهم من ملعب المباراه، وحتى انت كنت طالع مع الكابتن احمد ايوب المدرب العام، اكيد كان في حوار ما بينك وما بينه حول هذا اللقاء، كان في ايه في كواليس هذا اللقاء؟ طيب محمد انا يمكن حاولت اقرب شويه من الفرقه، يمكن ليله المباراه بالتاكيد بيبقى في عزله تامه من الجهاز الفني واللاعبين عن اي اجواء اعلاميه او اي تصريحات اعلاميه، لكن قدر الامكان حاولنا نوصل لمعلومات او نشوف انطباعات الجهاز واللعيبه واستعدادهم المعنوي وانطلاقه افريقيه، خاصه ان هناك عدد من اللاعبين بيخوضوا البطوله الافريقيه لاول مره مع فريق النادي الاهلي وبيلعبوا على المستوى الافريقي لاول مره منذ فتره طويله. فبالتالي انا يعني حسب ما شعرت وحسب ما سمعت من تصريحات واحاديث بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين وحتى في حديثي مع الكابتن احمد ايوب، التركيز على ان بطوله العالم للانديه هو المحك الاساسي والرئيسي لفريق النادي الاهلي، وان الاهلي يحتاج للعوده للعالميه من جديد بعد غياب لمده 5 سنوات بعد الفوز والاخير في البطوله الافريقيه امام اورلاندو عام 2013. وبالتالي التحفيز الدولي والتحفيز في التواجد في محفل دولي ببطوله كاس العالم للانديه وتخطي المرحله الافريقيه الحاليه بالمستوى الذي وصل اليه الاهلي في العام الماضي امام الوداد عنصر التوفيق والتحكيم لكان الاهلي في محطه اخرى في هذه المرحله. وبالتالي تلك هي العناصر التي يشتغل او بيعمل عليها الجهاز الفني مع اللاعبين، وجود عناصر الخبره زي شريف اكرامي وحسام عاشور وعبد الله السعيد واحمد فتحي وجودهم في المعسكر وتواجدهم غدا باذن الله في المباراه بيعطي كمان دفعه لبعض العناصر المتواجده في البطوله الافريقيه لاول مره، احمد حمدي ايضا كمان هشام محمد اللي دخل في مراحل اخيره من البطوله الافريقيه العام الماضي، صلاح محسن احدث المنضمين والوافدين واللي تم قيدهم في القائمة الأفريقية في اللحظات الأخيرة. لكن بشكل عام اللعيبة عندها مسؤولية كبيرة جدا إن الأهلي تخطى خلاص المرحلة المحلية، فاز بالدوري بفارق كبير من النقاط، فاز بكأس مصر، لا يتبقى سوى البطولة الأفريقية، ويعلموا جميعا أن مواجهة مونانا الجابوني هي المواجهة أو عنق الزجاجة التي ستمنح الأهلي الطريق بشكل كبير جدا في البطولة الأفريقية، خاصة وأن لديهم تحذيرات فنية أن هذا الفريق خلال العام الماضي رغم أنه يفتقد عدد من العناصر التي لم تلعب التي شاركت في البطوله الافريقيه العام الماضي، لكن هذا الفريق من الفرق التي تلعب بشكل ايجابي، من الفرق التي احرجت فريق الوداد العام الماضي، وبالتالي هناك جاهزيه للاعبين، هناك تحفيز وحماس من الجهاز للاعبين، ووضعهم امام المسؤوليه الاجتماعيه والمسؤوليه القرويه امام جماهير النادي الاهلي. ونقطه كمان عايز اقول لك عليها في مساله المسؤوليه والتحفيز للبطوله الافريقيه، وجود الجمهور غدا، اللاعبين والجهاز الفني وصفوه بانه اللاعب رقم واحد، رغم قله العدد
بوجود 5000 متفرج، لانهم وصفوه ان هذا العدد او هذا الجمهور اللي هيحضر في استاد القاهره يعتبر عامل ايجابي والعامل رقم واحد ليهم واللاعب رقم واحد للظهور بشكل ايجابي وانهاء المباراه مبكرا، خاصه ان الجهاز قسم المباراتين شوط اول باذن الله في القاهره وبعد 10 ايام باذن الله في العاصمه. محمد عايز اسالك عن تمرين النادي الاهلي، هل كان في النهارده تمرين الضربات ثابته؟ عايزين نعرف كان تمرين النادي الاهلي قبل المباراه كانت ماشيه ازاي، ولو في ضربات ثابته مين اللي سدد؟ بداية التمرين بالظبط ما استمرش حوالي اكتر من ساعه الى 10 دقائق، انقسم الى ثلاثه اجزاء، الجزء الاول حوالي 10 دقائق كابتن حسام جمع فيه ال 22 لاعب وتحدث معهم عن امور كثيره جدا سواء امور فنيه او امور تحفيزيه لمباراه الغد، ثم الجزء البدني اشتغل عليه الدكتور انيس الشعلاني معد اللياقه البدنيه وكان معايا كابتن محمد ابو العيله، وانخرط فيه 22 لاعب بخلاف محمد هاني اللي ادى تدريبات فرديه مع دكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، ثم الجزء الفني انقسم الى جزئين، اولا لم يتحدد شكل التشكيله الاساسيه ومعالم الخطه والطريقه اللي هيلعب بيها الاهلي، التمرين كان خفيف تخصصي في امور فنيه بسيطه، لكن اشتغل الكابتن حسام في الجزء الاول منه على اللعب بكره اليد، يعني انت بتشارك في تقسيمه بشكل كره اليد ليس اللعب بالقدم، وفي الجزء الاخير في العشر دقائق الاخيره كان هناك ميكس بين عدد من اللاعبين حوالي 22 لاعب تم تقسيمهم الى 11 و11 في المنتصف من الجزء الاخير من الملعب حتى الثالثه شمال، لكن لم يتحدث في التشكيله الاساسيه في تواجد عدد من اللاعبين سواء في الخط الخلفي او في وسط الملعب او في الهجوم، لكن الجزء التكتيكي او الخاص بالضربات الثابته كابتن حسام حرص فيه على اصطحاب 5 لاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنيه في تنفيذ الكرات الثابته، علي معلول، وليد سليمان، عبد الله السعيد، اسلام محارب، احمد فتحي، ولا اخفى عليك سرا يمكن اكثر اللاعبين اللي تميز في تسديد الكرات الثابته كان احمد فتحي في هذا المران وظهر بشكل جيد جدا وكان متميز بشكل عام تحديدا كمان في التقسيمه وفي تنفيذ بعض الكرات الثابته في نهايه المران، لكن بشكل عام الجهاز الفني يعني فضل ان ما يكونش في تدريب بدني قوي في هذا المران، حتى كمان الجهاز فضل ما يرشش ارضيه الملعب، فضل ان الفريق كمان يتمرن على ارضيه الملعب بتكون الارضيه ناشفه، ما يكونش الارضيه مبلله زي ما هيحصل بكره باذن الله، لكن الجهاز الفني عقب المران وحديثي مع كابتن احمد ايوب ان الحمد لله الجهاز وصل بشكل كبير جدا للحاله والتشكيله والطريقه اللي ممكن الاهلي يلعب بيها مواجهه منانا، واللي وصفها لي سيد معوض مدرب الفريق انها مباراه صعبه جدا 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 عكس ما البعض بيتخيلها ان هي قد تكون مواجهه سهله لانها في بدايه المشوار ومواجهه الدور ال 32 يا محمد. محمد سعيد زميلنا ومراسل قناه النادي الاهلي من مقر اقامه النادي الاهلي في معسكره لفريق استعدادا لفريق منانا غدا، بشكرك شكرا جزيلا، ولو عندك لقاءات اخرى تغطيه مميزه الصراحه من كل زمايلنا المراسلين سواء من تمرين منانا واستاد القاهره وايضا تمرين النادي الاهلي واستاد القاهره والان مقر اقامه النادي الاهلي. ارجع ليك كابتن حشيش الان كده في بعض الملامح استطاع كده كده عارفين ان احمد فتحي هيلعب في الجانب الايمن ده بعد اصابه محمد هاني ووجود وليد سليمان، اسلام محارب، معلول، عبد الله السعيد في ضربات الثابته ده بيدينا انطباعات. هل ابتدي اسال حضرتك سؤال، هل يعتمد النادي الاهلي مع الكابتن حسام البدري على اللاعبين الخبرات ولا ممكن يبقى في تدوير في التشكيل زي ما بيحصل في لقاءات الدوري؟ طيب قبل ما ارد انا بس عايز اعلق على مدرب الفريق الجابوني بالنسبه لان هو يعني استغرب من ارضيه ملعب استاد القاهره، اعتقد احنا شفنا الامم الافريقيه اللي فاتت وفي اللي في الجابون تقريبا 3/4 الملاعب هناك كانت سيئه للغايه، وكانت يعني الحاجه المميزه للبطوله دي ان في اصابات كثيره جدا للاعيبه نتيجه ارضيه الملعب وكانت الملاعب تقيله وكده، فهو ما استغربش من ارضيه استاد القاهرة، استاد القاهرة ان الارضية كويسة، وانا كنت لسه براقب يمكن مباراة قريب في الاستاد وكانت الملعب يعني كويس، فدي بس نقطة يعني بقول له ما تستغربش الموضوع ده. تاني حاجة تأكيد برضو على كلام محمد سعيد ان هو فعلا مش عايزين ننخدع بالمباراة بتاعت بكرة، مباراة بكرة مش سهلة زي بقول لك، البدايات بتبقى صعبة جدا لأي فرق وخصوصا لما أكون مع الفرق اللي هي المتوسطه زي الفرقه بتاعت بكره، مش عايزين ننخدع برضو بين ان الترتيب لان ممكن واحد يبص على ترتيب الفريق الجابوني في الدوري المحلي بتاعهم اللي هو ترتيبه التاسع ده من خلال 3 مباريات مباراه مكسب و2 تعادل، فلسه الدنيا عندهم في البدايات، زي بقول لك عندهم تركيز بشكل عالي جدا جدا،
نتيجة لأنهم بيلعبوا نادي القرن والنادي الأهلي وفريق عارفين ثقله وقدراته. وده كان كلام تصريحات المدرب يعني الجابوني كيفن أبينجا مدرب الفريق. بالضبط. أما بالنسبة للتشكيل والكابتن حسام، أعتقد زي ما قلت في البداية أن الكابتن حسام مش هيبخل أن هو يقعد لعيب من اللعيبة الأساسية الخبرات على الخط. أعتقد أنه هيبدأ بالتشكيل الأقوى، مش هيركن اللعيبه، مش هيوفر لعيبه للمباراه الثانيه او لاي حاجه بعد كده. طيب التشكيل من وجهه نظر الكابتن اللي ممكن يكون فيه؟ اعتقد التشكيل اللي هو اللي بتاع اخر مباراه. نعم. طبعا يعني شناوي هيلعب طبعا احمد فتحي هيلعب معلول ده اساسي، هيلعب برضو بالاثنين ايمن اشرف وهيلعب بيه نجيب هيستمر شويه يصبر على سعد من وجهه نظري. بيتهيألي. نعم. بيتهيألي. يعني هو هيلعب الاقرب للملعب. نعم. فهياخد من اخر تشكيل وهيلعب طبعا السوليه وعجور. انا طبعا يمكن في الاستوديو اللي فات اللي قبل مباراه الداخليه يعني قلت حاجه كده والحمد لله طلعت صحيحه، كنت تمنيت ان كابتن حسام يدي فرصه لمروان محسن في مباراه الداخليه، والحقيقه اداله فرصه وكان هايل واحرز هدف وطبعا شارك في الهدف الثاني وظهر مظهر كويس. اعتقد برضو انه ممكن ما يبتديش طبعا بمروان، انما هيكون له برضو فتره كبيره هيلعب فيها. يعني انت حضرتك شايف خط الوسط هيكون امام الاربع مدافعين، احنا خلاص قلناه خط كده. الوسط هيكون عاشور والسوليه. طيب عبد الله السعيد هل يعود؟ اعتقد انه هيبدا بيورت، هيبدا بعبد الله السعيد. طيب وجونر اجاي وليد سليمان ووليد ازهر، ده التشكيل اللي انا بتوقعه له. كابتن ابو الدهب التشكيل من وجهه نظر؟ بص هو ما يختلفش حاجه عن التشكيل عن الكابتن حشيش قال، هو الشناوي احمد فتحي محمد نجيب ايمن اشرف علي معلول حسام عاشور والسوليه، يمكن انا كاتبه حتى قبل ما اتكلم، وليد سليمان وعبد الله السعيد اجاي وليد ازهر. وليد ازهر من وجهه نظر ده التشكيل المناسب للنادي الاهلي يلعب فيه. انا هرجع اخد طبعا الادوار الفنيه بقى من وجهه نظرك ككابتن، ولكن هنطلع للقاء مهم مع الدكتور سيد ربيع باحث في الشؤون الافريقيه. الكوره مش بس مباراه، الكوره لها بعد اخر، بها قوة ناعمه. النادي الاهلي بيمثل قوة ناعمه قويه للغايه بالنسبه للمصري، زي ما عندك قوة ناعمه في الجهات الاخرى سواء في الفن سواء في الثقافه سواء ايضا في الرياضه. النادي الاهلي هو احد اكبر القوة الناعمه اللي ممكن تقدر تستفيد بيها، وده اللي هيقلنا عليه الدكتور سيد ربيع في هذا اللقاء وحواره عن شعب الجابون وطبائع شعب الجابون وايضا بعض المعلومات عن القاره الافريقيه. نطلع نشوف التقرير ونرجع ونكمل تحليل. والخطيب يلعب كرة زادت وهيجي جول يا جول جول جميل سيد عبد الحفيظ بيبو 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 وشطها جول جول محمد أبو دريكة. It's the only team to have won six Champions League. One هدف من أول كلاسيكو وكورة من وليد سليمان والهدف الثاني. الجابون دولة صغيرة لديها جوار مجاورة غينيا الاستوائية وكونغو الديمقراطية والكاميرون. الجابون عدد سكانها حوالي 1.5 مليون. الشعب الجابوني شعب طيب، أغلبه متعلم، بس النسبة الأكبر من المتعلمين ما بين الذكور، لكن بتميزوا في التراث الثقافي فيما يتعلق عندهم تقاليد كده، بيلبسوا أقنعة في الاحتفالات التقليدية زي الزواج أو حتى في حالات الولادة أو في الجنائز. دولة بتتمتع بقدر كبير جدا من الاقتصاد بالذات فيما يتعلق بالنفط والثروة الخشبية والمنجنيز والذهب وما إلى ذلك، وبرضو الصناعات الزراعية بتتعلق برضو فيما يتعلق بالكاكاو والبن وزيت النخيل. بمناسبة الحديث عن الجابون وعاصمتها طبعا ليبرفيل، اختيرت لهذا العام كإحدى العواصم الثلاث الإسلامية لهذا العام 2018. بس يعني هو ده السياق عن الجابون الأغلب. يعني طبعا في علاقات
طيبة جدا ما بين الجابون وبين مصر بترجع يمكن من 1973 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. كان أول زيارة الرئيس الجابوني عمر بونجو إلى مصر، كان فيها زيارات لبحث العلاقات ووضع أساس هذه العلاقات. عقبها على طول في 1975 أن بدأ يحصل تبادل دبلوماسي ما بين الدولتين، بدأت مصر تحط يبقى ليها سفير في الجابون. مع مرور الوقت بقى في زيارات مختلفة بين مصر وبين الجابون، خدت شكل أشكال مختلفة زي زيارات على مستوى السفراء أو على مستوى الوزراء أو حتى على المستوى الرئاسي، ويمكن أهمهم مؤخرا أو العام الماضي كان في زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجابون. الزيارة دي كانت بتسعى إلى بحث السبل المشتركة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، طبعا بالتعاون مع المجتمع الدولي. في علاقات كبيرة ما بين مصر والجابون فيما يتعلق بالثقافة، الحقيقة الأزهر بيلعب دور مهم جدا في هذه النقطة. في بعثات الأزهر في الجابون، بعثات كبيرة بتعمل على نشر اللغة العربية، بتعمل على نشر الشريعة الإسلامية، بيقدموا منح للجاليات المسلمة في الجابون. في برضو بعثات تعليمية بتقدمها وزارة التربية والتعليم المصرية في الجابون. في عمالة مصرية في الجابون إلى حد ما معقولة، تتراوح ما بين 150 أو 200 مصري يعمل في الجابون في مجالات مختلفة ما بين الصحة والتعليم والمقاولات وما إلى ذلك. والله كعادات وتقاليد بشكل عام حتى في الدول الإفريقية في تشابه إلى حد ما كبير، يعني هنا هتلاقي مثلا الكرة، هنا الناس تحب الكرة جدا، هناك برضو بيحبوا الكرة جدا. في دعم من الدعم السياسي وحكومي للرياضة عموما في مصر وهناك. يمكن الجابون في 2018 أو السنة دي كان عندها كأس الأمم لكرة اليد وكان حضرها الرئيس علي بونجو. ففكرة الدعم الموجود هنا وهنا للرياضة موجود في الطرفين. في نفس برضو حتة التعليم أكثر في الذكور في مصر، نفس الكلام هناك في الجابون. برضو بطولة دوري أبطال إفريقيا ليها تصنيف عالمي كبير جدا، مهمة جدا، فما ننساش ان التنافس ده يخلينا احنا ايه، تحصل مشاكل، تحصل ازمات، تحصل كوارث. الدنيا كلها بسيطة جدا، في النهاية دي رياضة فيها مكسب وفيها خسارة. الاهلي عليه يثق في قدراته، كابتن حسام البدري يثق في قدراته، قدرات لعيبته، يبعدوا تماما عن فكرة اصل الكابتن عبد الله السعيد راح فين، اصل فلان راح فين. استقر، عندنا ماتش، عندنا مهمة، عندنا ثلاث نقاط عايزينهم والماتش الثاني باذن الله، وبعدين نبدا نفكر في يعني القادم بعد كده، بس فكره ترتيب اولويات مش اكتر. الجمهور الجابوني بيحب الكوره جدا جدا، لكن ما عندوش الاليات اللي ممكن تلاقيها في بعض الدول اللي ظهرت في جنوب افريقيا زي فكره الزمامير الصاخبه والحاجات دي كلها. هو في النهايه بيحب يشجع فريقه جدا، يعني الى حد كبير متسامح جدا مع الفرق اللي بتيجي تلعب في الجابون. علاقات طيبه جدا مع مصر، مفيش ادنى مشكله. بقول لحضرتك برغم ان الجابون 75% منها مثلا الدين المسيحي، الا ان هناك في 12% مسلمين، رئيس الدوله نفسه مسلم، فيعني في تعايش في الاديان هناك كويس جدا. الرياضه بالنسبه لهم بتعزز الفكره دهيت، مفيش اي ازمه في المباراه باذن الله. بس زي ما بقول لحضرتك، انت في النهايه بتلعب فين؟ في افريقيا. الملعب هناك ما بتساعدش بقدر كافي، لكن بالنسبه للحته المتعلقه بالجماهير هنا او هنا الدنيا كويسه جدا باذن الله، وان شاء الله الماتش هيخلص كويس جدا، وده لا يمنع الاهلي هيكسب باذن الله. الخطيب والخطيب يلعب كره زادتين وهيجي جول، يا جول to have won six Champions League. One hand up and out with Connecticut. What would have been winning Suleiman? What happened to Ken? What happened to Ken? الاهلي وبطوله افريقيا تاريخ كبير وعشق، حكايه عشق ما بين النادي الاهلي والقاره السمراء. كابتن ابو الدهب، كيف هيلعب النادي الاهلي من وجهه نظرك بهذا التشكيل؟ يعني خلينا اقول لك يا كابتن فاروق، يمكن النادي الاهلي مش هيخرج عن التشكيل اللي احنا قلناه، لكن النادي الاهلي متعود ان هو بيلعب بطريقه 4-2-3-1 على اساس ان هو من بدايه المباراه ان هو عايز يضغط عشان يخلص المباراه بشكل كبير جدا، عايز يضغط عن طريق
وليد سليمان وعبد الله سعيد وازار وجاي، وبيجي من تحتهم السنيه، بيبقى موجود حسام عاشور بيامن الحته، بيبقى ليبرو تحت في نص الملعب. حاجه ثانيه يمكن انا بقول لك لازم يكون خط الدفاع مركز بشكل كبير جدا، ايمن اشرف او محمد نجيب تخوفون من عندهم لعيبه عندها سرعات، ان انت هتبقى في حاله هجوميه بشكل كبير جدا، تخوفا من الحاجات المرتده اللي بتبقى علينا، فاكيد ان اللعيبه دي لازم تبقى مركزه بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه ان انت النادي الاهلي في الفتره دي هيلعب على فتح المساحات. هل عوده عبد الله السعيد ووجود اجاي ووجود وليد سليمان لعيبه عندها مهاره وفي نفس الوقت عندها سرعه، هل ده هيفرق مع النادي الاهلي؟ طبعا بيفرق بشكل كبير جدا. عبد الله السعيد من اللعيبه اللي بتعمل لك اسيست بشكل محترم، ان هو بيقدر يباصي، وان عنده، عايز اقول لك على حاجه، يمكن عبد الله سعيد من اللعيبه كمان يا فاروق ان هي بترفع عينها، وده لعيب بيبقى مهم جدا ان هو يرفع عينه بيبقى شايف الملعب كله. الحاجه الثانيه ان انت مستريح، ان انت النهارده بيلعب على المغمض، الحاجه الثانيه يعني بلغه الكوره ان انت بتلعب وعارف ان الكوره هتروح فين. الحاجه الثانيه ان انت عندك وليد سليمان وازارو او اجاي وعبد الله فاهمين بعض بشكل كويس، ان النهارده ازارو لو طلع بره بيخش وليد سليمان بيبقى فرو الثاني، بتحصل عمليه ترحيل في الملعب بشكل محترم، فدي بتدي افضليه للنادي الاهلي. كابتن محمود، النادي الاهلي سجل امام الداخليه من ضربه ثابته والتسديد، هل سلاح التسديد وانت واحد من افضل اللعيبه المميزين في سلاح التسديد، هل يفرق مع النادي الاهلي؟ بص عايز اقول لك على حاجه، يمكن فرقه مونانا عارفه ان هي بتلاعب النادي الاهلي المرشح الاول للبطوله، وده لا يخفي شيء عن في الكره الافريقيه، ان انت رقم واحد، ان المدرب عارف او المدير الفني عارف ان النادي الاهلي مش نادي القرن بس او نادي كبير بس او نادي احسن نادي في افريقيا، لا ده هو بيلاعب الفريق المرشح الاول ان يكسب البطوله، فبالتالي هو عايز يطلع كل اللي عنده. النادي الاهلي هيلعب بتشكيل ان هو يقول لك ايه تحسبا للمفاجاه، لا مفيش مفاجات، انا هنزل عشان اخلص المباراه من بدري، وكل في المباراه دي كل الخيارات مطروحه او مشروعه بالتسديد. التسديد من اهم، بص لازم تبقى عندك عامل التسديد، الكرات الثابته من الجناب، عندك لعيبه بترفع كويس جدا، عندك لعيبه بتلعب بدماغها كويس جدا زي محمد نجيب، عندك ناس بتسدد بشكل محترم. وليد سليمان يمكن عايز اقول لك حاجه، من احسن الاهداف اللي انا شفتها وليد سليمان، انت ما تعزمش هو حاططها في الزون. بص يا فاروق، وبعدين فاولات كتير جدا، يمكن جميع المدربين او اللي انا اتمرنت معاهم او كابتن عشيش يقول لك، او انت طبعا كنت لعيب كبير، الكره لو عدت من حته جول، لان الجول ما بيشوفهاش، ما بيلحقش يروح حتى لو في زاويته. يمكن انا كان معانا مدرب اسمه هولمان، يعني ده من المدربين الكبار جدا، يقول لي كان بيحط لنا يا كابتن زي عباره عن طوق وتنشل عليه. فالكره ده احدى الحلول اللي موجوده في الكره، ان انت الضربات الثابته لازم تستغلها بشكل كبير جدا وبشكل محترم. وعندنا يمكن عندنا لعيبه كتير جدا، في عبد الله سعيد بيشوط بشكل كويس. لا انت كابتن برضو يعني واحده الحشيش لو عايزين نستلف بكره فاروق، يعني بس كم واحده كان في احد اللقاءات اعتقد مع المنتخب، وكانت الماتش صعب وفاول صعب، ان هو كان الملعب برك وفاول وبعيد، فاللي هو كل العوامل تقول الكره دي مش هتيجي جول. صحيح. بعدين فجاه لقينا الكره في الشبكه ولعيبه منتخب. لا عايز اقول لك على حاجه، معلش، يمكن انا في المباراه دي كان منتخب مصر بيلعب تنزانيا في تنزانيا يا كابتن، فالمباراه دي هتوصلك جوهانسبرج. صحيح. لو انت لازم تكسب، لو انت تعادلت، لو انت 96 مع الكابتن محسن صالح والكابتن، لو انت تعادلت انت بره البطوله. فروحنا حتى قبليها بالبطوله دي يا كابتن، قعدنا عملنا معسكر في كينيا 15 يوم، زي ما قلت يا فاروق في البدايه، ان انت الضربات الثابته حلول. فالكوره جت من عند الكورنر يا كابتن من ناحيه الشمال بتاعتنا، فانا انا لقيت نفسي والله العظيم يا فاروق بجري بمسك الكوره، فوليد صلاح الدين كان موجود بيقول لي انت هتعمل ايه؟ انت عارف احنا كلاعيبه بنتكلم، قال لي وهتتجنن وتشوط؟ قلت له لا لازم تتشوط. صعبه جدا. انا فاكر انا حطيتها يا كابتن ان انا عايز احطها في البعيده. يعني انا بشوط، يعني هي من عند من عند الكزب بس من عند السامبوكسه بتاعت ال 18، فالطبيعي ان انت يا كابتن ترفع ان حد يخش يكمل بالمقر. فانا بحطها في الكوره في الزاويه البعيده فاروق، لقيتها جت في البطن العرض يا كابتن القريبه وجون. الطبيعي انها تطلع. انت كان موجود حمزه الجمل في الوقت ده، فكنا متفقين انت هو شوط وانا شوط. فبعد ما جبت الجون انا مش مصدق، فجيت وانا ببص حمزه او بجري عليه، فقلت له هتيجي جنب الكور ثاني، ففي فاول جه في الشوط. محمود كان مميز بالضربات الثابته والمتحركه. نعم. فدي على مستوى النادي الاهلي، على مستوى بصراحه مصر كلها. دي حاجه من الحاجات طبعا المميزه، ودايما سلاح التسديد. احنا بنذكر مشاهدينا بعض الذكريات، لان دي من العوامل
عوامل سواء التسديد وانت من كره متحركه من كره ثابته من اهم الحلول اللي بتوصلك للمرمى. عندنا لعيبه ما شاء الله قادره على صنع هذا الفرق. عندنا لقاء مع دكتور طه اسماعيل شيخ المدربين نشوف منه وجهه نظره ورؤيته الفنيه لهذا اللقاء ونرجع ونكمل كلامنا مع نجومنا في التحليل. الخطيب والخطيب يلعب وراجع دتين وهيجي جول يا جول to have won six Champions League. One هدف من أول كلاسيكو وكورة من وليد سليمان والهدف الثاني. وادي أبو تريكة الله أما كسبنا احنا كسبنا 3-0 وبعدها كما لو ان الحكم يعني قال لك خلاص هو 3-0 دي هي اللي خلاص انتهت. لو نتذكر ايامها وسام عربي جاب جول رابع لغاه مع انه مفيش حاجه خالص ودي من النوادر ان اسامه عربي يسجل يعني لكن لغاه. لما جينا نلعب هناك طبعا برضو استخدموا حاجات غريبه كان عندهم لا مؤاخذه خنازير تنزل مش عارف الملعب يقول لك تنزل وتجري ودي بتبقى فقل ايوه قصه كده. فات 10 دقائق والنتيجه لا تزال 0-0. شاطر اه ابو زيد قنبله قعد الجول على ركبه ودخل الجول الاولاني بعد 10 دقائق. احنا قبل الهدفين احنا مضيعين جولين ما يضيعوش. واحده الطاهر عملها بدماغه في الارض وراح طلع فوق الخشبه. واحده ثانيه معرفش كانت لمين وبعدين هم جابوا فينا جولين. قعدنا ربع ساعه والنتيجه 2-0. احنا كسبانين هنا 3-0. انا اذكر بعد ما رجعنا الفندق فشفنا كانوا زعين الماتش بقى عدو فجايبين الربع ساعه كلها الشاشه نصها علينا احنا الجهاز الفني واحنا واقفين والنص على الماتش لان بقى خلاص اي جول تاني هيجي يبقى 3-3 ويبقى بقى يا اما هيعمل بينالتي يا اما هيشوف هيكمل ازاي. فكان صعب كان الماتش صعب لان احنا كان اي جول كان يفرق كتير ويانا لو احنا جبنا جول من الاجوال اللي راحت كان يفرق كتير قوي. في نفس الوقت برضو فرقتنا صمدت في الربع ساعه الاخيره بشكل جيد انما الكرة عندهم تقدمت في الجابون وعندهم لعيبة رائعين يعني عندك مثلا في المنتخب إذا كان إيفونا بيلعب في المنتخب في أوباميانج اللي هو نجم الأرسنال الآن وكان قبل كده مع فريق دورتموند. كنا نستعد المباراة استعداد جيد ما نقولش دي أول مباراة في البطولة يعني بلعب مع فريق غير مصنف لأن في فرق غير مصنفة ممكن تطلعك فلازم أهتم بالمباراة اهتمام كبير جدا لأن دي بطولة بحد ذاتها. في مباراة الدوري اللي باقية ما تفرقش لو جيت ماتش خسرته ولا ماتشين ما فيش مشاكل انت تقريبا يعني باقي لك مثلا ماتشين تكسبهم وخلاص والدوري انتهى. اذا ده لازم اهتم بيها كويس واستعد لك كابتن حسام بدري لازم نستعد بيها كويس قوي اللعيبه تهتم بالمباراه تديها اهتمام كبير جدا سواء هنا سواء هناك في الاستعداد في التاكتكس اللي هلعب بيها في الاهميه الكبيره في التفاصيل الصغيره اللي لابد ان انا احتاط منها جدا لانه يعني زي ما بيقولوا النار من مستصغر الشرر فطبعا في اخطاء صغيره جدا ممكن تكلفك جول ملوش اي لازمه زي ما حصل في مع الوداد جولين ملهمش اي لازمه يعني الجولين اللي جه فينا ملهمش اي لازمه جيهم نتيجه لخطأين واضحين جدا وفي مباراتين متتاليتين كلفونا كتير. فان شاء الله انا شايف الفرقه في حاله كويسه جدا باذن الله تعالى. كابتن هشام رائع جدا وماشي مع الفريق بشكل رائع جدا ومحقق نتائج كويسه جدا وبيلعب بتاكتكس مختلفه باستمرار في المباراه بيغير في التاكتكس بتاعته وقت ما يحب يجازف بيجازف وقت ما يحب يدافع بيدافع. المجازفه خدت منها اللي انا عايزه وجبت جول المكسب برجع اوازن تاني ودي برده يعني فراسه جيده جدا من حسام بدري وانا بتمنى له التوفيق ومع النادي الاهلي باذن الله ان هم يعدوا هذه المرحله بسلام باذن الله. الخطيب والخطيب يلعب وراجع دتين وهيجي جول يا جول to have won six Champions League. One هدف من أول كلاسيكو وكورة من وليد سليمان والهدف الثاني. وادي أبو تريكة الله
كلام مهم جدا وذكريات من كابتن طه اسماعيل والنادي الاهلي وسجاره الجابوني، وحتى ضربه الجزاء حطها كابتن مجدي عبد الغني، ويبدو ان كان هو في تعاقده ان هو يحط البنالتيات مش بس مع المنتخب ولكن مع النادي الاهلي. كابتن حشيش ما كانش بيسيب، هو ما عايز يعمل كل حاجه في الملعب يعني كان حتى كان ديفندر جامد، كان هايل وسابق بصراحه اصلا يعني. كان حتى كمان مجدي كانوا بيجيدوا الكور العاليه، بيلعب دماغه كويس قوي، فكان بيفرق معانا قوي في الكورنر والكور الثابته اللي علينا. اللقاءات اللي بيلعب فيها الاهلي خارج ارضه، عايز اسال حضرتك سريعا عن توقعاتك لنتيجه غدا الاهلي امام مونانا. انا طبعا اعتقد ان الفرقه طبعا من المعلومات اللي جايه عنها انها بتلعب بطريقه 4-4-2، هو هيقفل نص الملعب خالص، يحاول يبقى في زياده عدديه في نص الملعب محمود، ويلعب باثنين راس حربه، بس مش اثنين راس حربه. النتيجه جميل، ان شاء الله باذن الله يبقى في مباراه كويسه وسكور للنادي الاهلي، ومفتاح الفوز هو من الجون الاولاني ان شاء الله. ولا الجمهور طبعا ده اساسي، ده العنصر الاساسي. كابتن ابو الدهب توقعاتك سريعه. اتوقع ان شاء الله طبعا الاهلي يكسب، لكن هيكسب 3-0 ان شاء الله باذن الله. يبقى توقعات نجومنا في التحليل. في النهايه بشكر نجومي الكبار كابتن ناصر النادي الاهلي، كابتن حشيش، شرفتني ونورتني، وان شاء الله نتفرج ونبارك لك ان شاء الله بعد الماتش باذن الله. ايضا كابتن مصر النادي الاهلي كابتن ابو الدهب، شرفتني ونورتني حبيبي يا كفرو، انا بسعد بيك، وطبعا شرفني كنت مع كابتن حشيش طبعا حبيبي. ده كان تحليلنا النهارده وكواليس كل كواليس استعدادات النادي الاهلي للقاء مونانا، ايضا جانب من تمرين مونانا عرضناها لحضراتكم. بشكر شكر موصول لكل زمايلنا المراسلين في كل مكان، ايضا شكر موصول لكل طاقم العمل. بعد الفاصل هينضم طبعا المهندس عبد القيعي واستاذ ابراهيم منيسي وملك وكتابه، حلقه خاصه للغايه، ودايما وابدا اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حديث.